مرحبا بك سي مصطفى القاوري في هذا الحوار مع موقع بركان 49. مرحب بك. طبعا لما بدأنا يعني هذا الحوار قبل أن نجريه يعني وردنا العديد من الأسئلة حول من طرف المواطنين، ونحب أن نسأل مثلا، يقال مثلا أنه داخل جماعة هناك يقال أنكم مثلا في جماعة بركان خرقتم القانون في الشق المتعلق بتفويت سمسارة الأشجار التي قطعت بمنتزه القلق، حيث تمت السمسارة الأولى بأربعة ملايين سنتيم، وبعد ما وقع مشكل مع قاطع الأشجار فيما خص العدد قمتم بالتنازل عن الثمن من 4 ملايين سنتيم إلى 2,900,000 درهم. ويقال أنه هذا الخرق يتجلى أيضا في مدة النشر ومدة البيع التي لم تتجاوز 4 أيام. ما هو تعليقكم؟ شكرا. إذا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بداية لا يفوتني إلا أن أحيي الإخوة الصاهرين على الموقع هذا، موقع بركان 49، وأعتبر هذه بادرة مهمة، وكنت دائما أذكرها في اللقاءات مع الإخوة مع جميع المنابر الصحفية. أقول دائما بأنه الإعلام المحلي له دور أساسي ودور كبير، وهو يلعب دور في تنوير الرأي العام وفي إيصال المعلومات وفي كذلك التواصل مع المسؤولين. فما أحوجنا اليوم إلى مثل هذه المبادرات وإلى إعلام يكون إعلام احترافي، ويضع موقعه صلبة اهتمامات كذلك المواطن من أجل المساهمة الفعالة. هذا هو اللي احنا دائما نشدو له، وبغينا المواقع تكون هي لا بغينا نقولوا هي واحد الأداة ديال البناء، وليس كما يحدث اليوم أننا كنشوف بأنها أصبحت بعض المنابر أصبحت أدوات للهدم ولتحريف المعلومات ولنشر الإشاعات، وهذا كله غير مقبول ولا يساهم في بناء البلد أو في بناء الجامعة. أما فيما يخص الموضوع ديالكم فهذا يدخل كذلك في إطار يعني أننا عندما نتكلم عن معطيات ينبغي أن تخرج من المصدر، فهذه الصفقة هي لا تدخل في إطار قانون الصفقات أولا، فالغلبة عليها الطابع السياسي، نقول الطابع السياسي أو بعض المزايدات غلبت على المصلحة، لأنه الآن إذا بغينا نشوفه المهم هو ليس هو تلك السمسارة، ولكن بالأحرى أنه مشكل بيئي، مشكل قطع الأشجار، مشكل أن هاد الناس هادو ضد البيئة إلى آخره. فانقلب إحنا بهذه السمسارة، أقول وقلتها، ربحنا أرواح المواطنين، رغم أننا قد نقول أننا خسرنا هذه السمسارة. فالسمسارة تمرد في ظروف عادية، وقلتها وأكررها، ظروف عادية قانونية درنا فيها جميع المراحل، جميع ما طلبوا المسطرة اضطرينا أننا نديروا إعلانات 3 مرات، كاين الإعلان الأول والثاني والثالث، والمدة الزمنية اللي كيتكلموا عليها الإخوة فهي غير داخلة، ما دخلتها في هذا ليس بقانون الصفقات، ليس قضية 21 يوم، هذا ماشي مارشي. حنا بواحد السرعة وبغينا باش هاد الأشجار هذه نقطعوها، لأن باش نحفظوا بعض الأرواح كذلك لا قدر الله، اضطرينا باش نسرعوا المسطرة، درنا الإعلان الأول الشهر الأول، الشهر الثاني، واحد منتصف الشهر آخر يعني شهرين ونصف درنا الإعلانات. في الأول كانوا كيجيو كيتفاهموا بيناتهم وما تيتقدموش، درنا حنا البلافون درنا هي 4 مليون ديال السنتيم. المرة الثانية نفس الشيء، ولكن المرة الثالثة الحضور كان حضور مكتف، حضور ديال 17 متنافس، الوثائق ديالهم بالمسائل ديالهم الان كاين المحضر، واضطرت اللجنه المحليه على انها تناقش الثمن، لان الثمن ديال 4 مليون اصبح غير ذي جدوى، ما بقاش مقبول. وكتعرفوا نتوما فاش يدير السمساره يعني اللوبيات كيفاش كتشتغل وكيفاش كيتفاهموا وكيفاش كيجيب. فالمسطره مرت في ظروف عاديه، دار المحضر، دارت السمساره، ورصت على يعني واحد المبلغ ديال 2,900,000، وهذا يعني مبلغ بالنسبة لي زهيد، ماشي هذا هو الأساس، لأن احنا كنا تنصبوا إلى ماذا؟ إلى وضع حد
لتلك الحوادث اللي يمكن توقع على قدر الله. وهذا هو الأهم ديالنا. ونحن في برنامج في برنامجنا ديال الجامعة فيه البيئة حاضرة، فيه الحفاظ كذلك على الجمالية ديالها بما فيها التراث هذا اللي كان اللي كيتكلموا عليه الإخوة ديال الطيور ديال الأقلاق إلى آخره. هذه كلها أمور هي حاضرة ونحن لسنا ضدها، ولكن اللي خلانا نمشيو في هذا الإطار باش نقلعوا ذاك الشجر بأي ثمن كان، لأنه كيهمنا الأرواح ديال الناس. وهذا هو اللي خلاك السمسرة أنها تدار بواحد الشكل سريع. ودات أنك أقول بأن هناك ملف، أنا غير أنك أتمنى على الإخوة اللي تيتكلموا على مثلا على أنه راه دات في ظروف ماشي هي هذه كلها خرق المسطرة، دابين أننا نتواصلوا ونجيو نشوفوا الملف. واحد شفنا حتى حنا شفنا واحد النقاش يعني مستفز في الفيسبوك بينك وبين أحد الإخوة، وتبعنا لك الآخر وقلنا اللي تجاوب عليه هكا أحسن باش الناس يعرفوا اسمه كاين بالضبط. صحيح، لان كما قلت يعني وهذا هو اللي هضرت عليه قبيله، هو انه بعض المرات انا اتمنى ان هذه الوسيله اللي هي الفيسبوك ان تكون مثمره، ان تؤدي غرضها، ماشي فقط احنا بعض المرات انا كنبغيش ندخلوا كاع تندخلوا نشاركوا، لانه ملي كتشاركي ولي تصفيه حسابات، واحد عنده مشكله معاك، واحد عنده هذه، وكندخلوا في واحد اخر وكنساو الموضوع اللي خصنا نجاوبوا عليه الساكنه ونجاوبوا عليه المواطن، كنساو كنقول ليه وكنهضروا في شي مسائل اخرى ديال هذا قال لي قلت لك قال لك كذا، راه هذا دار هذا كيلبس راه تيلبس كذا، راه ما عندوش هذه، راه جا عن السياره الى اخره، كل في امور اخرى اللي ماشي هي هذيك. ولكن اللي اؤكده التواريخ مضبوطه، الاعلانات مضبوطه، المحاضر مضبوطه، اللجنه المسؤولين ديالها كذلك موقعين في المحاضر، جمعنا الوثائق ديال كاع المشاركين المتنافسين اللي هما 17، وكانت سمسرة في ظروف عادية طبيعة الحال هادشي كله معروف حتى يتفاهموا برا ولا ما يتفاهموش ولا، المهم الجماعة خصها دائما تبقى وفق تمشي وفق ماذا؟ وفق المسطرة القانونية. وهذا ليس هاد السمسرة ما داخلهاش في إطار قانون ديال الصفقات العمومية باش يمكن نتكلموا على طلب عروض ومتنافسين 21 يوم، هادشي ما كاينش، راه درنا ولكن هنا فنأكد لماذا لم ينتبه هؤلاء الذين ينتقدون هذه الصفقة أو هذه السمسارة، سمسارات أخرى يداروا كنديرهم سنويا، لا في السيارات لا في المتلاشيات لا حتى كذلك في بيع بعض القطع الحديدية إلى آخره، كدار سمسارة يعني في كل مرة ولا أحد انتبه إليها، علما على أنه دائما كيجي واحد اللوبي دارس لك الثمن وكيجي وكيفرض عليك واحد الثمن وبالصيف عليك كتمشي مع داك الاتجاه، لان عندك جوج حوايج، اما انك تبيع اما انك غتبقى عندك ديك المتلاشيات وما عندكش فين ديرها وكتكون محرج. يا ريت لو انتبه الجميع الى جميع السمسرات اللي داروا في الاخر في قالتهم البلديه. انا قلت على ان الناس ركزوا على هذه السمسره هذه بالضبط، لان من وراءها خلفيه معينه كتكون خلفيات، لان فيها مشكل بيئي، فيها واحد الصراع وقع ما بين جمعيات ديال البيئه، فيها كذلك حمايه الاخر، فيها جمعيات من برا، ولا نقاش حول اقتلاع الاشجار، على اهميه الاشجار، كذلك على اهميه داك الطائر اللي هو الاقلاق اللي خصنا نحافظوا عليه. وحنا بالنسبه لي بدون مزايدات فنحن حريصين اكثر من ما الناس اللي كيتكلموا على هذا الشيء كامل ديال البيئه، لان هذا برنامج ديالنا ونحن نشعر باهميه البيئه وكيفاش يمكننا نطوروا هذا المجال. وهذاك المنتزه حنا الان حاولوا وعدنا في البرنامج باش يمكننا كذلك نطوروه ويكون بالفعل منتزه، ونحافظوا على هذيك الطيور، لانها تعطي واحد كتعطي تميز الجامعه ديالنا اللي هي بركان. هذا هو ما يمكن ان اقول، واؤكد على انها فات يعني في ظروف عاديه، وعدنا الملف في البلديه، الاخوه اللي مهتمين في الجامعه يجيو للجامعه، وهذا هو اللي بغيت. احنا بغينا نتواصلوا، انا بالنسبه لي طرح اي سؤال بغيت، طرح اي اشكال، ولكن خصك تسمع لي الجواب وتبع معايا، وما احوجنا الى فضح الفساد اللي كيتكلم عن الفساد احنا ماذا بينا، لان جميع ما ذكر كله مرتبط بقضايا قديمه بإيرت اللي جبرناها قدامنا. احنا ما احوجنا الى من يفضح هذا الفساد، ولكن تفضح الفساد ليس فقط انك تكتب، لا، بالملفات، بالمحكمة، بالقضاء، حنا على شكل القضاء، هذه كلها أمور اللي خص اللي غادي يبغي يفضح الفساد خصو يتحمل المسؤولية، كما حنا اليوم تحملين الضريبة ديال التدبير ديال التسيير، أن كل شيء الأسهم كتوجه لنا وكيضربونا يمينا ويسارا، خص حتى اللي يبغي يفضح الفساد خصو كذلك يخلص الثمن، وخصو يكون بالفعل واحد المواطن اللي ما يقدرش يتنازل على فساد كيشوفو وتيعينو. بالنسبة للأستاذ
مصطفى. بالنسبة مثلا هناك سؤال آخر حول الخروقات التي وقعت مثلا بالنظارة البلدية والتي يعني أدت إلى رفع دعوة قضائية من طرفكم وسيد رئيس المجلس البلدي ضد صحفي. هذا الصحفي يعني ربما لم يقم سوى بمهمته في تنفيذ يعني الرأي العام إلى يعني مجموعة من الخروقات التي كانت تحدث يعني وأن هذه المظاهرة غير مواكبة يعني غير يعني الذبح لا يتم في بطريقة يعني صحية. يعني يطرح سؤال يقال أن هذا يعني السيد القوري بما أنه وبمعية رئيس المجلس البلدي يعني قام بإصلاح يعني المظاهرة يعني لماذا تم يعني رفع دعوى صحفية ضد صحفي يعني قام فقط بواجبه يعني صحيح. دابا هو دابا الى هضرنا من على هذه القضية ديال الجزارة وغيرها فصراحة احنا ملي يعني شدينا هذا التدبير وتحملنا المسؤولية راه ما جبرناهاش يعني تقريبا الملفات كلها الان اللي كتناقش هي ملفات كما قلت هي داخلة في واحد الارث وهاد الحوايج حنا ما جبرناش. هذه جماعه كما قلتها وكنعاون ناكد عليها هو اننا جبرناها مكروفيا يعني لا مجزره ولا سوق ديال الجمله ولا كذلك حدائق يعني جماعه تكاد ان تكون فيها 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 الاستثمارات يعني منعدمه. إلا هضرنا مثلا غير الممتلكات قطع الممتلكات ولا عقار مسجل باسم الجماعة. احنا الان كنعيشوا واحد الحاجة مريرة هي اننا كنوثقوا الامور ديالنا في اطار ما يسمى الممتلكات. هناك جماعات بركان اراضي كانت موجودة الجماعة لم تستفيد. اذا في اطار هادشي اللي قلت واللي هضر على المجزرة احنا نهار حطينا رجلنا في التسيير كنا نعلموا المشاكل اللي كاينه في المجزر وهي مشاكل فقط تتعلق بتوفير بعض الحاجيات داك المينيموم باش داك اللحم يوصل للمستهلك يوصل له. يعني انا ترى الاستاذ مصطفى ان المجلس البلدي تسرع في رفع دعوى قضائيه ضد الصحفي على اعتبار انه كان يعني هناك العديد من الامور كان على المجلس البلدي ان يقوم بها يعني بدل يعني الشارع البركاني يرى ان هذا الدعوة كانت متسرعة ولم تحسب في صالح المجلس البلدي على اعتبار أن المجلس البلدي بشخص الرئيس والسيد وسيادتكم يعني قام يعني بتهديد هذا الصحفي ربما لا يبقى بكل بساطة كل بساطة يعني باش الإخوة يفهموا مزيان هذه قضية ما عندها ارتباط لا بفضح الفساد ولا بالحصول على المعلومة ولا إلى آخره. هذا اعتداء اقتحام حنايا كنا حنا ما كناش حاضرين كاع اصلا انا ما كنتش حاضر كاع الرئيس يمكن اتصلوا به وجا وحضر في عين المكان. هذا واحد الاخ بانت له مشى اقتحم الجزارة اقتحم واحد المرفق اقتحمه ربما هادشي كنقول بانه ماشي صحيح ولا هادشي راه كنقولوا بانه مقاربه ماشي هي هذيك خصو يخليه يشوف وخصو يدخل ولكن راه مؤسسه هذه مؤسسه على الاقل دير طلب على الاقل قول ودي اجي معايا انت كمسؤول انا يعني تمنيت يجي يقول لي انا يلا نمشي انا وياك ونمشي معاك ونقول لك اجي ويمكنني نوري انا فين كاين الاختلالات لان هذيك الاختلالات حنا رحنا عازمين باش نصحوها وهي اختلالات ماشي ديالنا حنا جبرناها وكنا كنلتقدوها وجينا اليوم باش نصحوها ولكن خليني عاود نشتغل ماشي لان اصبحت فيها مزايدات لان مصطفى غير فهاد النقطه اذا القضيه باش ناكد قضيه ما عندهاش ارتباط لان السيد واحد السيد تضرب وتم النقل ديالو للمستشفى وهذا الشيء المعلومات اللي ما عندش المواطن وما عندش الناس راه تم النقل ديالو بسياره الاسعاف في حاله مستعجله وجلس تما شي 8 ديال السوايع تما هو في المستعجلات ودارت له شهاده طبيه وهذه الامور كلها مشات في هذا الاتجاه وداخل كذلك حتى مدير المجزره وبما فيها حتى السيكوريتي تما كانوا حاضرين تماك كانوا حاضرين. يعني هذا الامر لا يتعلق بحريه الراي لا يتعلق بالصحافه هذه اعتبرها يعني لا بغي نقولوا واحد الابتزاز او واحد كنبغيو نخلقوا مشكل لان باش نغطيو على حوايج اخرين. اذا ما عندها علاقه بسميتو هذا فقط دار السيد مشى اقتحم الجزاره دار صداع دار الزقره راه الامور كتمشي عاديه ما يمكنليش انا داك الموظف
هذا يقول اسمح لي متابعات ولا نزلت سارية سارية من نهار كانت درت ونزلت سارية لا ما عندي شوف أنا ما عندنا حتى شي مشكل دابا المشكل في الطرف الآخر أنت بغيت تنقل معلومة أنا بالنسبة لي واش عمر شي واحد جا قال لي دابا حتى دابا الآن يجي يقول لي ودي بغيت نزور المجزرة بغيت نزور السوق بغيت ندخل كاع البلدية الداخل بغيت نعرف الصفقات أنا نأكد لك بأنه يجي مرحبا بي ونجلس معه ولكن باش يجي الدخول نتايا تدخل تفرع الباب وتدخل وشنو السيد اللي عساس ياكل العصا وهادي وهادي واش هادشي كيدار في الفل... بلايص اخرى ما يمكنش مصطفي يعني في هذا الاطار يعني كيقولوا بانه يعني حريه التعبير ولا ايصال المعلومه للمواطن ولا صعيبه داخل جماعه بركان كيقول مثلا ناخذوا هذه كمقدمه ويقال انه سابقا كانوا الدورات كانوا يصوروا الناس عادي هو القانون معروف المواد معروفين ديال القانون انه خص الانسان يدير الطلب هذه لا نقاش فيها ولكن في الاول يعني كيفاش في الاول كانوا يسمحوا للناس انهم يصوروا وفي الاول كيزيروا انهم يعني واش في الاول ما كانوش يطبقوا القانون في الاول كيطبقوا القانون ولا هناك تصفيه حسابات يعني شخصيه مع شي اشخاص لا لا انا اتفق معك لانه حنا بالنسبه لنا داكشي اللي كنطبقوه راه كاين في القانون في القانون الداخلي ديال المجلس وكنا حنا صوتنا عليه جميع التسيير ديالنا يمكن في الماضي لان هذا جا مرتبط بالقانون الجديد ديال 113/14 القانون التنظيمي حنا طبقنا داك الشيء يمكن تقول لي ودي علاش ما طبقناش قبل لانه انا كنهضر لك دابا الان راه ما يمكنش غادي تدخل انت دير دور الصحفي واذا بك انك تسلط الضوء على فلان وتلتقط ما يقوله فلان لكي تنشر الاشاعه كذا يعني ما كيكونش النشر ديال كامل الاحداث لا انا كنت ندير الصحافه هكذا واخا ما نفهمش في الصحافه انا تنشوف الراي وتنشوف الراي الاخر لماذا نصور فقط الكلام منا ودقدق يا ما دقدق ولكن اين هو الرد ديال الرسمي ما كاينش هذه اشكالات بقى ولدنا كنعيشوها حتى ان عشناها بحضور السيد العامل في اللقاء اللي كان اول لقاء غادي يدير لقاء السيد العامل مع المجالس يعني هذا اشكال ملي كاين واحد كيصبقي في المعارضه ولا غيرها وا 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 وكيصوروا ويقادوا ويتيري منه ولكن هل ذلك الكلام الذي يقوله ذاك الشخص هل هو صحيح هل ملي تنشروا انت ماشي كيأثر وكيخلق واحد الزوبعه وكيخلق واحد الصوره اللي ماشي هي ديك السلبيه لماذا لا نتجه الى الراي الاخر هذه الصحافه وهذه علاش كنا كنسمحوا ان كنا كنسمحوا في الجلسات وحنا اضطرينا حنا باش حنا نصوروا انه الجميع يتكلم فلان ويرد عليه فلان انت كطرح سؤال والرئيس كيجاوب ماشي تطرح السؤال وتزقي وتحتج ولكن الرئيس لا يرد وما كديرش الجواب ديالو هذه الصحافه اللي بغينا حنا من هذه الزاويه انا اقول لك صراحه انا من هذه الزاويه هي هذه حنا بغينا بالفعل انه الصحافه تؤدي الدور ديالها وحنا ماشي ضد الصحفيين العكس انا نعاونه ونساعده لانه كنعتبر بانه غادي ينور لي الراي العام غادي يساعدني في اكتشاف بعض الملفات غادي يعطيني واحد الدعم قوي باش نشتغل انايا في تدبير الشان المحلي حتى كذلك وطني ولكن على اي صحافه نتكلم واي صحفي نتكلم هنا فين كاين الاشكال الصحفي هو الذي ينقل المعلومه ويوصل للناس الحقيقه وليس البهتان كيقول له شوف واش لا بقى غايقول له السميه دابا هذا راه كيتكلم في صح واش مسؤول ولا ضربكم هو لا هو واش هو اللي جرى عليكم من المطرح هو لا فلان واش ياك ما فلان مجموعه الجماعات لا فلان ما هل هذا واش هذه سميتو هذا كذا نديروا الصحافه لا العكس انا بغيتك تنقل الراي ديالي وتنقل الراي الاخر لان المواطن هو الذي كيغربل وكيعرف شنو اين هي الحقيقه واش عند فلان ولا عند فلان المعارضه عندها كلام ولكن الاغلبيه عندها كلام اخر كذلك ويبقى المواطن له كامل الحريه في انه يستخرج ديك الحقيقه ويعرف فين كاينه ويبني عليها مواقف اما باش نديروا اعلام هكذا بشكل يعني ربما باش نضربوا واحد الجهه معينه ولا باش نستهدفوا جهه معينه هذا غير مقبول وهذا اللي لاحظناه خلال الدورات والمجلس ليس فلان ماشي النائب الاول وليس الرئيس هذا المجلس اغلبيه ديالو ارتأت اننا نشوف هذا الاتجاه ننظموا هذه الامور ديال الصحافه
وكنتمنى على انه يجيو منابر اخرى اللي تنور ودير الطرح اللي قلت الان باش يمكننا نشتغلوا معهم جميع، لان احنا في الهم مساواه كما قلنا. راه الصحابي تو عليه دور كذلك يقوم به. بالنسبه للاستاذ مصطفى، يتساءل البعض الكثير من المواطنين عن سبب ضعف ميزانيه يعني الجامعه التي وصلت الى ربما الى ناقص 200 مليون سنتيم، ويقال انكم مؤخرا اشتريتم يعني سيارات باهظه الثمن، يعني الا ترون ان شراء هذه السيارات في ظل هذه الوضعيه هو يعني اهدار للمال العام؟ اتفق معك، يعني اللي خدمنا على الشطر الثاني هو انه حتى هذه السيارات الان اللي اخواتي يتكلموا عليها هي كانت مبرمجه في المجلس السابق. هذه السيارات هذه تقريبا كاين جوج وكاين ثلاثه السيارات على ما اعتقد، هذه كانت برمجه حتى لحد الان. حنا رحنا مازال عاد كنشوفوا كيفاش يمكننا نتعاملوا مع هذا الاسطول ديال السيارات، لان عندنا نقص على مستوى المصالح، بعض المصالح ما كتوجدش السياره باش تحرك. لذلك وكنشوفوا كذلك بغينا باش نرشدوا هذه العمليه حتى على مستوى كذلك النواب باش يمكننا نفعلوا هذا الاسطول باش يؤدي الخدمه ديالو. هاد السيارة بثلاثة احنا ما شحنا مبرمجينهم اللي راهم شراو. النقطة أخرى هي كذلك بالنسبة للميزانية. احنا نعتبر الميزانية يعني فيها ماذا؟ فيها مداخيل. وهذه المداخيل الصرف ديالها هو السوق الجملة أو السوق الأسبوعي. لهذا العام عرف واحد التطور رغم الكلام اللي تقال، وأنه العام اللي فات كانت عندنا 560 مليون، يمكن هذا العام هذا وصلنا يمكن 600 مليون سنتيم، يعني كاين واحد التطور على مستوى المداخل وان كانت غير كافيه. هذه المداخل اللي نجي نشوفوا زيدوا عليها كذلك بالنسبه للمداخل ديال التيفيا، داكشي المساعده اللي كتعطيها وزاره الداخليه للجامعات، يعني كتبقى ميزانيه محصوره في تقريبا في 8 ديال المليار ولا اللي شفنا النفقات ديالها. كنقول ودي راه ماشي ساهل داكشي، يعني النفقات نعطيك مثال، احنا هاد السنه هذه والعام اللي فات احنا كنصطدموا بالداكشي ديال الاحكام عندنا 240 مليون اللي ما هذه ما كناش حنا كنتوقعوها، احكام اللي هي ضد الاخر سميتو ضد الجامعه وخاصها تأدي الجامعه. الى هضرنا على النظافه كتوصلنا للمليار و200، واليوم راه تزادت غتوصل لجوج المليار. الى هضرنا على النصيب الاكبر من هذا الشيء اللي قلت لكم هذه المداخل هي صدق على ذكر ديال المطفين على ذكر الاستثمار وصلوا 4 المليار، كنوصلوا 4 ديال المليار. نزيدوا لها كذلك يعني بعض الديون المستحقه اللي وصلت تقريبا شي 500 ازيد من 500 مليون، يعني هذه كلها مصاريف. نزيدوا لها كذلك الضوء والماء فتنا 850 مليون، هذه كلها يعني مصاريف. على ذكر السوق الاسبوعي، يعني يقال ان السوق الاسبوعي يعرف العديد من الخروقات، يعني مثلا هناك العديد من الابواب مما يصعب يعني مهمه المراقبه، ويقال انكم رفضتم يعني تثبيت الكاميرات لكي يتم ضبط عمليه المراقبه. ما هو يعني هو العكس، هو ماشي دابا حنا كنشوفوا دابا الفاعليه ديال الكاميرا احنا درسناها ومني تحت قلبنا المسؤوليه، وحنا دابا واضعين في وسط الاهتمام ديالنا هذا السوق الجمله. صراحه هذا السوق هذا يعني المشاكل اللي فيه وكاننا اصبحنا عاجزين، لانه جبرنا واحد اللوبي خطير اللي كيتحرك داخل السوق. درنا مجموعه تدخلات، درنا كذلك يعني بعض الاجراءات، كل شيء هذا الشيء صعب لان جبرنا بانه السوق ديك الطريقه وداك النموذج ما يمكنلوش يؤدي الدور ديالو، وما يمكنش يكون واحد الرافعه ديال التنميه الا اتخذت اصلاحات جوهريه وقويه ونادينا بها في السنه الاولى، واليوم رحنا غادي في الاتجاه ديالها. اول حاجه شنو هي اننا اتجهنا اننا نكريو. ملي كنكريو ماشي غادي نبيعوا السوق، ولكن كنفوض وكندير التفويت ديال الاستخلاص. هادشي اللي هضرت لي ديال البيبان راه ما كنجبرش واحد الموظف اللي غادي يمشي لي مع 12 الليل. انا نقول لك مرارا ايام معدود ايام كثيره وتمشي مع 12 الليل، مع الوحدات الليل، مع العشرات الليل،
وكان ضبطوا مجموعة ديال الشاحنات اللي كتفرغ في الليل ومن الأبواب الخلفية. كاين اللي كيدخل السوق وما تأديش، كاين اللي كيفرغ برا إلى آخره. هذه كلها أمور بغينا نتفاداوها فاش في قضية ديال الكراء. ملي حطينا يدنا على الكراء يعني ماذا وقع؟ الناس كتمست، مجموعة ديال داك اللوبي تمس، ولات عندنا واحد ضجة ديال الكراء، علاش الكراء، علاش إلى آخره. حنا عازمين باش هاد الصفقة هذه غادي تعاود يكون المارشي ديالها، وغادي نشوف هذا الإطار على أننا على الأقل أول هذا العام هذا حنا دخلنا 610 يمكن أكثر من 600 مليون. هو داك هو المبلغ اللي كنا غادي نكريو به. نعطيكم واحد الفكرة، ربما راه كنهضر غير تصيد الرئيس، راه المطفين كيكلفونا أزيد من 200 مليون. وقلع أنت من هذا المدخول هذا. إذا هذا ركزنا عليه، قلنا ما يمكنناش نبقاو حنا كبلدية نبقاو نديروا هذا التدبير. كما كذلك عازمين حتى في المحطة الطرقية، كما عازمين كذلك حتى في المجزرة، غادي يكون عندنا هادشي ديال التفويت ديال الكراء، ما كناش تحملات، واضح فيه مضبوط باش يمكن لي ندبر هاد المرافق اللي هي مرافق عمومية واضحة. ولكن الشطر الثاني والمحور الثاني هو إن شاء الله أن هذاك السوق الجملة غادي ان شاء الله ناهلو باش يولي مارشي دو غرو بالمواصفات اللي كانت، وهو نفسه اللي صادقنا عليه باش يمشي للجهه ديال لاغروبول. حنا ان شاء الله في المستقبل غادي نحافظوا عليه باش يكون داخل الجامعه ويكون في نفس المكان، وغادي يكون بالمواصفات ديالو، المواصفات اللي كتنشدها وزاره الفلاحه، المواصفات اللي عند كذلك وزاره الداخليه. وهذا غادي يخلينا كذلك نتفاداو حتى المشكل اللي وقع دابا. هل تظنون على ان ذلك السوق هو سوق الجمله؟ هل يمكننا نسميه سوق الجمله؟ واش يمكننا نسميه سوق اسبوعي؟ الان ما وضحهاش الناس سميتو، لان اللي خلى هذه المشاكل الان تراكم وجرنا مجموعه ديال الاخر، وهو انه في نفس الوقت سوق جمله وسوق اسبوعي. وهذا مشكل يعني احنا بغينا الان نحتفظوا ان شاء الله فقط بواحد السوق كبير، سوق الجمله والسوق الاسبوعي. هذا كلام اخر. اذا هذاك السوق الجمله غادي ان شاء الله يخدم المواصفات. الان حاليا حنا ما عندناش لي مونداتير، كاين اللي كيتكلم على لي مونداتير، الناس ما عندها معلومه ما صحيحهاش، راه ما عندناش لي مونداتير. داك اللي كيدي واحد النصيب ديال 7% هو اللي كيدخل، وكدي البلديه مع واحد شويه راه ما كاينش. حنا شنو عندنا؟ عندنا كيدخل مع الباب تيخلص بيكاب، يخلص 50 درهم. هذيك البيكاب هاز البصله بحال اللي هاز البنان 50 درهم، وخيجيب لافوكا 50 درهم مثلا. كاميون نفس الشيء 300 درهم، تاهو يهز اللي بغى يهز، هز البصله هز. ما عندناش الاخر، الناس اللي كتدخل داخل وكتتاجر وكتعاود لي مونداتير ما كاينينش. وهذا اشكال مطروح لنا، حنا بغينا باش ندخلوا الخدمه بالطريقه ديالها ديال الاسواق اللي هي الان معترف بها، اللي بحال في الدار البيضاء، بحال بني ملال، بحال اسواق كبيره اللي كتدخل بالفعل فيها التجاره وفيها كذلك. اذا هذه جوج ديال المحاور اننا غادي نكريو في انتظار ماذا؟ في انتظار اننا غادي نصوبوا تما واحد المارشي كبير، واحد السوق ديال الجمله يعني في لي نورم ديال جوج ديال الحوايج. يعني بالنسبه للكلام على الاسواق، يعني واش ما كتشوفش بانه الاسواق النموذج ديال الاسواق النموذجيه من ديال تبركان يعني فاشل بزاف؟ دابا كنلقاو مثلا واحد السير كامل غادي كله اسواق، كتلقى سيدي حدا بركان، كتقطع الطريق كتلقى مبروك، كتلقى قدام باكورا، كتجي عطيني من الجهه ديال سيدي حدا بركان كتقطع عطيني الطريق كتلقى مرزوق، نستنى عطيني مرزوق جوج. يعني وكان بحال دركي سوق مبروك عليها الهضره بزاف بانه 1083 محل محلوله 83 محل و1000 ما بيناش. يعني واش كاين شي حلول لهاد الناس باش يدخل قرواج تجاري؟ حيت كيما شفت راه سيدي حدا بركان دار وقفه والاخرين كيبدوا بوقفات، واش كاين حلول باش انه يدخلك شي رواج تجاري في المدينه؟ واش ما كتشوفش حتى داك المبالغه يعني حتى التوزيع ديال الاسواق ما كتشوفش بانه كان شويه هو دابا خصنا غير نحطوا هادشي ديال الاسواق غير في السياق ديالها. هاد الاسواق هي بحال واحد المبادره، هي انا بغيت نقول واحد الرؤيه باش يمكننا تصور، باش يمكننا نمتصوا هادشي ديال الباعة الجائري.
ونخفوا على واحد المكان اللي كيعرف مشاكل كبيره اللي هو التحطاح. يعني هذه الاسواق وان كانت الان نقول بانها متعثره، هي ليست فاشله ولكنها متعثره، ولكنها جات واستجبت لواحد الشريحه، كبيره اللي كانت كتنادي بالبديل. حنا هذاك هو البديل اللي اعتبرناه البديل ديال العربات. ولكن يمكن حنا لحد الان مازال ما وفرناش الظروف والشروط لهذيك الاسواق باش يكون فيها رواج، علما على ان الوضعيه الاقتصاديه راه مخيمه على المغرب كامل، مخيمه علينا كامل الوضعيه الاقتصاديه. ربما اكثر ما من الاسواق ربما كان علينا نستغلوا السوق مبروك يتعمر الاول، هذاك قطاع خاص لان حنا ما عندناش فيه دخل. لو كان داك السوق ديال البلديه كنا ما نديروش هاد الاسواق، كنا نستغلوا هو، لان فيه 1084 حانوت وكاين دابا اللي عنده 20 حانوت. والان راهم بلعين، وحتى دوك اللي كانوا خرجوا مشاو تما لا تتعدى كما قلت 170 174 واحد اللي واش كاين شي اقتراحات مثلا مجلس البلدي؟ هل يرى ان هناك يعني هل لديه اقتراحات لحل هذه الاشكاليه؟ الاقتراحات هو اللي هو حنا كنفكروا في واحد الاطار، واحد المقاربه تشاركيه مع التجار، وحنا كنتلاقاو معاهم صباح مساء ودرنا معهم عده لقاءات ومازال كنتلاقاو معاهم ومازال غادي نبقاو نتلاقاو معاهم. حنا بغينا نفكروا معاهم الجميع والمجلس سيكون بجانبهم. حنا اعتبرنا حل بديل، هذا الحل البديل خصنا ننجحوه. انا خصني هذاك السوق خصني ندير له باركينغ ديالو، هذاك السوق خصني يكون مفتوح، هذاك السوق خصو يكون معروف، خصني نوفر له النقل، تاكسي صغير تاكسي كبير، خصني كذلك نوفر له الطوبيس. يعني الولوج الى هذه الخدمات خصو يكون متوفر. حنا ما عندناش نيه اخرى، لانه في الوقت اللي كتنوض انت كتبغي دير كتقول اودي الباعه الجائين خصهم ما يبقاوش، تيطلبك بالبديل. هذا بديل ينبغي ان نجد له الحل باش يعطي الاكل ديالو باش يلعب الدور ديالو. مصطفى يعني واش كاين يعني كاين دراسه اجتماعيه لهاد الفئات؟ حيت مثلا ممكن كاع دوك اللي مثلا فرشوا في التحطاح ماشي كلهم تجار، هما حالات انسانيه حالات اجتماعيه ما قدروش انهم يخدموا ولا شي حاجه ولا كتب انهم ما لقاوش خدمه ومشاو فرشوا. دابا يعني حنا كون ما نبغيو نديروا حلول يعني كنشوفوا الحل السهل هو ان نبني له السوق وخليه تما. واش ما كاينش حلول اخرى؟ ان بحال مثلا مدينه بركان ما كنعرفوش استثمارات، ما كنسمعوش كاع معامل جاونا، ما كان كلشي كيقول ما كانش معمل ديال العصير، كلشي كيقول يعني الناس لو كان لقاو يمكن خدمه ما يمشوش لديك البلاصه. لا اتفق معك، لان كما قلت انت دابا يعني حاجه اللي سهله وكينتاج ليها هذاك المواطن البسيط وداك المواطن الفقير اللي ما عندوش والنا وتيمشي وتيفرش. اتفق معك، وهذه حنا درسناها وحتى في المجالس السابقه ولا وكنا وقفنا على هذه الحوايج ودرسنا كحالات اجتماعيه، وكنا دائما كنفكروا بانه كيفاش يمكننا نحلوا هذه الاشكاليه الكبيره. ولكن انا نقول لك صراحه، راه في زياره ديالنا لبعض الاقاليم وتلاقينا مع شي اخوه مسؤولين كذلك، راه عاد الان كيفكروا هما باش يديروا واحد السوق نموذج. حنا الحمد لله درنا ثلاثه البنيات ولا اربعه اللي درناها، الان مطلوب منا نخصها كيفاش ننجحوا. وكنقول لك بان السلطه المحليه والسلطه الاقليميه لعبوا واحد الدور كبير، لانها حنا كنعتبروها في اطار التكامل انها كدير واحد الدور كبير باش هاد المشاريع هذه تنجح، لانها كتمس واحد الفئه واحد الشريحه ديال المواطنين اللي هي مدقدقه وما عندوش. والان كيجي مثلا عندي البلديه وكيناقش معايا يقول ودي راه حتى ديك الكري اللي درت لي راه بزاف، ودي له حنا ما عندناش اشكال. راه الاشكال فين كاين؟ هو في الرواج، وكيفاش انت تبيع وتشري. راه ملي غتبيع وتشري ما غاديش تبقى تناقش معايا لا كريا ولا وبقى تقول لي ودي لهذه لا الى الى. ولكن مأكد بانه المجلس راه دار جهودات كبيره بالتعاون وبجلب كذلك السلطه الاقليميه في خلق هذه المشاريع. راه كون ما خلقناهمش كان غادي يكون عندنا مشكل كذلك. شنو دابا حنا العكس، حنا درنا البنيه درنا المحلات ولكن بعضها بقي فارغا، البعض اللي جا كيبيع ويشري فيها، البعض اللي ما كانش عنده غرض انه يبيع ويشري انه ولف انه خصو يخرج يبيع ولف الرواج خارج السوق، ما يمكنش ضبطه داخل السوق. هذه ثقافه حنا جبرناها حنا الان كنحاولوا باش نغيروها عند المواطن وعند هذه الشريحه هذه، في نفس الوقت بالتحسيس والتوعيه والحوار والنقاش، ولكن كذلك مطالب باش نكون بجانبه كمجلس جماعي
وفر له اي حاجه. وحتى دابا الان راه اي حاجه كيطلبوها من الجامعه الا وتنوفروها. قلنا لهم ديروا حملات تحسيسيه، ديروا مهرجانات، ديروا اي حاجه كتبان لكم، حنا نكونوا شركاء ديالكم باش نجحوا هذه المرافق. لان ما بغيناش هذه الاسواق تفشل، ما بغيناهاش تبقى فقط غير اطلال هكذا. يعني ربما غادي تكون عندنا في واحد الشيء من تدبير ديال المال الان، كان ممكن نديروا به حاجه اخرى. وفي نفس الوقت انا كنعاود ناكد لك بانه هذا جاي انه غياب مشاريع استثماريه مهمه داخل الاقليم ديال. لماذا لم تقلع مدينه اقليم بركان؟ هذا السؤال طرا لنا جميع. علاش بقينا متاخرين في هذا الاقليم؟ علاش وصلنا لهذه الحاله هذه؟ اين هي المشاريع اللي ممكن تمص هذيك البطاله وتمص الشغل في الراحه؟ احنا الان كنا نتسائلوا وتنطرحوا هذه الاسئله هذه لعلنا نوجدوا لها كذلك واحد الحل، لانه حاليا المواطن الان متضرر وخصنا كيفاش نتجاوبوا معه، ولكن في اطار ما هو متاح وما هو ممكن. استاذ في ظل هذه المعطيات التي تحدثت عنها والمعطيات يعني الاحصائيات التي تقول بان المنطقه الشرقيه يعني تعرف اكبر نسبه من البطاله، انتم لاحظتم ان مثلا هناك احتجاجات في جراده، احتجاجات في الحسيمه، احتجاجات في الناظور، احتجاجات في بركان، يعني ان الشباب في المنطقه الشرقيه لا يجد اي شغل. يعني انتم كحزب يعني حزب العداله والتنميه تتحمل المسؤوليه يعني من داخل الحكومه، هل تتوفرون على اجراءات يعني ملموسه برامج مستقبليه للتفكير في حلول ناجعه عن هذا المشكل البطاله؟ يعني مع العلم ان المنطقه الشرقيه يعني تحتل يعني موقع الصداره في الصعيد الوطني في بالنسبه للبطاله. صحيح، دابا واحد الفكره مهمه هو ان دابا الان في اقليم بركان اننا تناديو حنا في هذه المرحله اللي جينا فيها وتنديروا فيها التسيير وتندبروا فيها الشيء حتى على المستوى الوطني، يعني تنجيو تنعيشوا وربما تنخلصوا الاذى ديال الاستثمار، يعني تنجيو وتنجبروا الاقليم خاوي من مشاريع استثماريه. وهذا المجهود هذا هو اللي حنا كنتحركوا فيه كبرلمانيين وتندافعوا في كل وقت في كل حين مع الوزراء مع رئيس الحكومه باش تخلق لنا مشاريع استثماريه. كان واحد المشروع استثماري اللي الان في اللي راه الان دار في بركان، وكان واحد الطفره نوعيه، وقلنا ربما انه غادي ان شاء الله هو ديال القطب الفلاحي. القطب الفلاحي اعتبرناه بانه غادي يمصنا واحد العدد كبير ديال الناس ديال الشباب وديال البطاله. فيه مشاريع، فيه صناعات تحويليه، مع الاسف مازال كيعرف واحد الركود، واحد ما تحركتش العمليه ديال الاخر، لانه اغلبيه الصندوقات كلهم راهم خارجين لاغروبول، ما بغاوش يدخلوا لاغروبول. كاين المستثمر اللي كنتكلموا عليه، لان خصنا حنايا نكونوا وسطاء باش يمكن نجيبوا المستثمر، خاصو يجي ويدير لي الصناعات التحويليه اللي عندها ارتباط بالفلاحه. وفي نفس الوقت غادي نحل واحد المشكل ديالاش، مشكل حتى ديال ما يسمى بالتسويق، غادي نحل المشكل ديال التسويق. وكذلك غادي نوقف حتى مع الفلاح، لان الفلاح حتى هو كيعاني، وهذه كلها امور اللي غايبه. وكنتمنى على ان تكون مشاريع اخرى اللي حنا كنهضروا عليها، وعندنا لقاء غدا ان شاء الله مع رئيس الحكومه. وهذا الشيء اللي قلت كاستثمار مطروح، عندنا واحد الاشكال اخر هو اللي رحنا هضرنا مع السيد العميل وناقشنا كذلك حتى مع بعض الوزراء، هو انه كاين شي استثمارات اللي راه مازال واقفه. مثلا يعني مثلا على مستوى هذا الشيء ديال اللي عندنا في داخل المكتب الجهوي الاستثمار الفلاحي، هذا المشكل ديال القطب الفلاحي ديال المذاخ، يعني هذه كلها خاصها تحرك، خاصها تفعل. لان راه ملي تكلمنا على مناصب شغل كان عدد هائل، ملي كتسمع العدد كتقولوا دير غتكون واحد الطفره نوعيه داخل الاقليم، ولكن كما قلنا مازال امور. مصطفى، في هذا الاطار ديال فرص الشغل، كان واحد المتنفس ديال ان طونسات ديك المباريات وتاع التوظيف اللي دارت الجامعه، يعني بشحال من شاب انه في الصعاده قالوا اخيرا انه شاف راسو كومبيتون انه يقدر يدوز تما وفوت وكلش،
وبقاو معلقين دابا راك عارف من فوقاش هما معلقين ما عارفين النتائج ما كانش حتى الجواب الشافي لهذا التساؤل ديالهم. اخي مؤخرا كنت طرحت على لا انا كنت فاهم من الاوائل اللي حاولت باش لان كانوا احنا تقريبا احنا الحاجه اللي كنتميزوا بها واللي يمكن خصنا نحرصوا عليها اننا نبقاو نتواصلوا مع المواطن، نتواصلوا مع الشباب، مع اي فئه اللي عندها مشكل باش يمكن نهود عندهم ونحس بهم، وهذا هو اللي تيخلينا يعني كنعيشوا عام دؤوب يعني في التواصل مع الساكنه، ومن بينها هذه الفئه ديال الشباب اللي مشاو فوتوا هذه المباراه، ولكن مع الاسف لحد الان ما كاينش نتائج. درنا سؤال كتابي لحد الان لم نتوصل بالجواب، وهذا اشكال عندنا مع الاخر بالنسبه للوزاره ديال الداخليه مازال ما جاوبناش. كذلك طرحنا الاشكال مع رئيس الحكومه، ناقشنا معه ما كانش جواب صريح هذا الاشكال بالضبط ديال المباراه. ناقشنا مع جوج ديال الوزراء، كذلك ناقشنا مع الوزير اللي هو الخلفي اللي عنده الاخر المهمه ديال العلاقه مع بين الحكومه والبرلمان. يعني نقول لك يمكن هذا الموضوع هذا يمكن تناولناه في سته ديال المحطات ولا في سته ديال المنابر. دابا الاشكال هو اشكال غير قانوني، لانه الا سمعتوا بالنسبه الخلفي لانه كان كيرد باسم وزير الداخليه تكلم على ثلاثه الحوايج. الحاجه الاولى هو انه خصو يكون الانسجام مع الدستور، الشفافيه الى اخره، خصو يكون منسجم مع القانون ديال مع الوظيفه العموميه، وخصو كذلك خصو يكون منسجم مع المشروع اللي خرج في 2000 مع المرسوم اللي خرج في غشت 2016. هذا المرسوم تيقول لك اودي راه ما يمكنش الجماعه تلونسي مناصب شغل وهي ما عندهاش خصاص، وكيشوفوا هما بانه بركان ولا غير بركان ما عندهاش خصاص في العدد اللي كاين. السيد الرئيس المره الفايته قالنا 44 بوست. لا دابا هذاك الشيء اللي حنا درناه اللي حنا علنا عليه، ولكن هو تيقول لك هذيك 44 بوست ما انت ما عندكش خصاص. الا فهمنا مزيان الرد ديال الخلفي تيقول لك اودي راه بحال كيقول لك اودي راه تم الرفض، وكانه تيقول لك الرفض ديالها. لا دابا الحل هو هذا. دابا انت كتجي ليهم كتقول لي اودي راه ما غاديش حتى دابا الجامعات المحليه اللي غتبغي تعلن على شي مباراه، وراه كاين شي جامعات عند علاش فوتوا له، كاين في احفير لما اظن كاين شي جامعات خارج تا بركان، كاين اللي دار ثلاثه البوست اللي دار اربعه وفات عاديه ما كاين حتى نقاش، لانها نابعه من واحد الخصاص معين، ولكن مشات في اطار التعاقد، لان دابا الدوله غدا في هذا المنهج ديال التعاقد ديال الكونترا انها ما غاديش تتوظف الا بالكونترا. حنا تنتمناو على ان هذا الحل هذا ديال هاد الاخوان اللي فوتوا، هاد الناس اللي راهم داروا المباراه خاصو توجد لهم حل. ودابا حاليا هذه واحد راني عاود غادي نطرحوا هذا السؤال هذا مكتوب مره اخرى، وغادي نقولوا في السي الوزير الداخلي على انه الامر اصبح لا يطاق عند هاد الشباب. هاد الشباب كيعاني، وحنا داخل الجهه الشرقيه عندنا مشكل ديال 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 هذه البطاله وديال الاسمي ديال الشباب اللي ما كيخدموش. واش شنو كتشوفوا؟ حنا بغيناكم تحسموا، ما تخليش الشباب دابا عالق. ما هو ما هكذا، قول لي واش هذه المباراه باقا شاده ولا تلغات؟ الا باقا شاده خصنا نطلقوها، والا تلغات خصنا نشوف كيفاش نجبر الضرر لهاد الناس هادو. وغادي غدا ان شاء الله غادي نطرحوا كذلك مع السيد رئيس الحكومه. يعني احنا راه حنا لاصقين مع المشاكل ديال الناس مع الاخوه، راه اوتوماتيكيا كتجي عندي تقول لي شنو واقع، راه هذا هو الدور ديالنا في البرلمان والدور ديالنا كمسؤولين، هو نقل هذه المشاكل، هو التوسط، هو المساهمه في حل هذه المشاكل مع من؟ مع المسؤولين. ما كنتهربوش حنا من هذه الحوايج. انا عاكس، حنا كنحسوا بالشباب. ما يمكنش واحد الشاب مسكين مشى كيداب الزمناوي وسميتو حاول انه يفوت وتتحت له واحد الفرصه ونجح في الكتابي وتيفوت الشفاوي وكله حيويه ومراهن على هذا الشيء، والاسره ديالو كذلك حتى هي مراه، لان احنا عندنا ولادنا وكنحسوا بهذا الشيء. ما تجيش اليوم وتقول له ودي واسمحوا لنا راه هذا الشيء ما مناسبش مع الدستور ومع النظام مع الوظيفه العموميه ومع المرسوم ديال 2016.
حنا غادي نحرصوا ان شاء الله باش مثلا المعطيات يعني معلومات توصلنا بها ان يعني حول تفويت القاعة المغطاه يعني باتفاقيه وبدون تعويض يعني على اساس انه سوف يتم تشكيل مكتب مديري ويقال ان يعني الجامعه تنصلت من هذا الامر وعلت انها لن تشكلها يعني هذا المكتب المديري. لا انا ما الخبر ما عنديش انا اذا تنصل منها طرف راه كانت حتى في الاخر في اتفاقيه انه الى وقع مشكل ما بين جوج الاطراف كتعتبر لاغيه. انا اتمنى لانه ولكن الاساس دابا حنا ملي مشينا لان هذا هو التدبير. شوف التدبير وكيفاش ما يبقاش نتفرج راه دابا كاين اشكال عندنا اشكال في الملعب تاع الملعب. دابا اشكال ملعب استثمرنا فيه فلوس كبيرة ولا أحد يتكلم على هذا. استثمرنا تقريبا أنا وصلت ل 15 مليار لما أعتقد بالتصريح ديال السيد فوزي القشة 15 مليار وعليه ملاحظات حتى في الإنشاء ديالو بأنه وصف وسط المدينة لأن حنا كنعانيو السلطات المحلية كتعاني الأمن الوطني كيعاني خلال المباريات لأنه جا وسط المدينة بما فيه حتى القاعة كذلك. احنا ملي تنجيو خصنا ندير واحد المقاربة راه يمكن ما نتوفقش ولكن هادشي اللي عطل راه هاد القاعة هادي احنا بالنسبة لنا كنا كنشوفوها بحال شي حاجة اللي غادي احنا نستافدو منها. شنو هاد الاستفادة؟ انا كنشوف بأنني سنويا كنخصص منحة اللي نقدر نبني بها مقاطعات نبني بها ندير بها نصوب بها الاخر نصوب بها القدرون الى اخره غنتعفى منها. اذا هذا ربح بالنسبه للجامع. انا كنشوف منطق الربح ديال انا غادي نربح ما غاديش نبقى انا عندي ارتباط بالفرق الرياضيه. هذا واحد. ثانيا الان كاين التزامات سواء ما غاديش نكتبوا هذا نجي نقول له حلف وكذا راه هو الاخ اللي كيقول لك ودي راه ما بغاش يلتزم مثلا اي واش ندير ما غاديش تجلس وتقول له حلف ليه ودير كذا منه وحط يدك ب 10 الى اخره. كدير اتفاقيه وكتكل على الله. الان الثلاثاء احنا اليوم جمعه الثلاثاء الجاي غادي تلونسا المارشي ديال الملعب ديال بوديله ديال اللي فيه 11 لاعب ديال 11 لاعب. الاسبوع اللي من بعده غادي ان شاء الله غادي ندشنوا القاعه المغطاه. اذا قاعه مغطاه زائد ملعب ديال 11 زائد شي ربعه ديال لي سوسيو زائد دار الشباب في الزلاقه زائد هذه امور اللي ساهمه فيها شكون؟ مساهمه فيها الجامعه المغربيه ديال كره القدم مساهمه فيها اللي راسها السيد فوزي القجع. حنا كنشوف المنطق ديال الربح ولكن نقول لكم اساسا هو الاعفاء ديالنا من منح الرياضيه ديال الفرق الرياضيه انا اعتبره مكسب يعني راه كيوصل تقريبا كيوصل لواحد 300 مليون. النهضه البركانيه كنعطيوها 150 مليون. اذا 150 مليون ممكن تجهز لي حي 150 مليون غير ديال النهضه البركانيه ممكن ندير بها القدرون ممكن نبني بها الان مقاطعه. واش فراسكم بان احنا الان المقاطعات كارينهم عيب وكنخلصوا. وقلت لك قبيله على القضيه ديال الميزانيه كنخلصوا نفقات ديال 40 مليون سنتيم غير في الكريا. هل هذا لامور ماشي كباش؟ اذا انا بالنسبه لي ما يمكنليش ندعم انا واحد الفرقه اللي الميزانيه ديالها السنويه كتوصل 6 ديال المليار اكثر من الجامعه. نبقى ندعم انا ب 150 مليون وغادي نجيو نتفك منها اليوم ونقول لها انا صافي هذوك الفرق الرياضيه انت غتكلفي بهم وانت غدير مكتب مديري وشغلكم هذاك الشيء وانا كنخرج. وفي الحقيقه اللي تيهضروا على القاعة كيقول لك اودي القاعة هي موروث وهذا والرياضة راه حنا تندافعوا على الرياضة. انا راه بغيت نطور الرياضة بهذا السلوك. هذيك 150 مليون كنعطيها للنهضة البركانية واللي كنعطيها للفرق واللي غتبقى تاخذها من المشروع ديال القاعة المغطاة علاش ما نجيش انفيستيها انا في الرياضة ونعاون فرق اخرى؟ كاين فرق اخرى اللي خصها دعم
وماشي بالضبط كره القدم، كاين لعب قوى، كاين ملاكمه، كاين خصها دعم. اذا اش غادي ندير انا؟ انا غادي العكس، راه بهذا انني غادي نفوت هذه القاعه اللي اعتبروها الناس سلبيه وماشي هي هذيك وهذيك وهذيك وهذيك، نعتبرها انا ايجابي، لان غادي انا غادي نهتم بالرياضه اكثر، لان غتكون عندي ميزانيه نخصصها انايا لهذه الرياضه باش تطور في الاقليم. على ديك الشباب اتفق معك، لانه مثلا الرياضيين كيجيو كيكونوا عندنا تظاهرات رياضيه، انا اخيرا كانت هنايا كنت واحد الدوري الدولي رياضه التايكوندو، كان مشكل ديال الاقامه ديال بعض المتبادلين هنايا. لا صحيح، انا نتفق معك، وهذا هو السياسه اللي حنا غاديين فيها. وكنقول لك بانه حنا الحمد لله بالفضل ديال السيد العامل اللي ربما عنده هذا التوجه هذا، وبغينا نخلقوا واحد مجموعه اقطاب ديال الرياضه لاستقبال الشباب جميع الرياضات، في واحد الجهه ديال بوديله، في واحد الجهه ديال الاتجاه ديال المنطقه اللي سميتها الجنوبيه، كذلك ورطاس، باش نخلقوا واحد الاقطاب. الا خلقنا اقطاب في الاول اجتماعيه فيما يخص هادشي ديال الاسواق، كذلك خصنا كذلك نهتموا كذلك بالشباب فيما يخص هادشي ديال 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 دور الشباب وديال الملاعب، وخاصه لي سوسيو اللي غادي ان شاء الله يتعداو واحد الاربعه ولا خمسه اللي غادي ان شاء الله يدشوا قريبا. استاذ مصطفى، هناك يعني في على ذكر المجال السياحي، يعني نلاحظ ان الاقليم بركان رغم توفر يعني على مجموعه من المرافق السياحية والشواطئ والجبال، يعني هناك ركود سياحي يعرفه الإقليم، يعني رغم أنه تم إحداث المحطة بالسعيدية، يعني أن هذا نلاحظ أن هذه المحطة لا تشتغل يعني طوال السنة، يعني فقط تشتغل لمدة شهرين، يعني هل هناك من مقترحات من إجراءات للنهوض يعني بالوضعيه السياحيه، علما ان يعني ربما يعني بعض الفاعلين السياحيين يقولون انه اللي كيتنهض منطقه ما يعني يحتاج الحاجه الى زياده عدد الأسرة في الفنادق المصنفه، يعني هل صحيح؟ لا، دابا شي قلت كله وكانك تتكلم يعني بواحد اللسان ديال التشخيص اللي درنا على مستوى الاقليم، وذكر الاخوه ربما هذا الشيء معلومه ربما كنت قلتها قبل ولكن نزيد ناكدها، وانني اختيار ديالي انا الان راني عضو في اللجنه ديال القطاعات الانتاجيه، يعني كنت في الاول اختاريت التعليم، ولكن قلت ودي بان التعليم راه عندنا معاه مسار طويل وحنا فاهمين يعني الاشكاليات ديالو، وتسجلت في اللجنه لان راني عضو ديال اللجنه ديال القطاعات الانتاجيه، واللي ضمنها السياحه، وممكن انه غادي يكون واحد السؤال هذا الاسبوع هذا في هذا المجال هذا ديال السياحه، كاين السياحه، كاين الصناعه، كاين التجاره، كاين كذلك الفلاحه، يعني هذه القطاعات كلها اللي حنا تنهتموا بها، كل قطاع كيكون منتج الا كيدخل في هذا الاطار ديال اللجنه، ونفس الشيء اللي عبرت به انت هو اللي عبرنا به، حنا بغينا ان شاء الله باش يمكننا نتفاداو ما حدث. تم التركيز على المحطه السياحيه ديال السعيديه، هذا كان اشكال. ونقول لكم بانه كان لها تاثير على ماذا؟ على مشاريع، على اقلاع ديال اقليم بركان، وهذا كان خيار ديال الدوله، هذا خيار ما غاديش نقولوا دي ماشي هو هذاك، خيار ديال الدوله على انها خاصها تنمي المنطقه السياحيه اللي هي بالضبط السياحه السعيديه، اللي زارها السيد الوزير مؤخرا وطرحنا معاه مجموعه ديال المشاكل اللي قلت دابا انت على انها ما تكدش الدور ديالها، انها مازال عندها بنيه ماشي ضعيفه، وخاصها قوه، خاص يكونوا فيها مراكز يعني ديال الاخر، فيها خاص يكون فيها كلمه ديال جامعه تكون فيها مدرسه مهندسين باش تشجعوا، لان الان كون نمشيو للسعوديه كنجبروها خاويه الاطلال يعني حتى في الميدان السياحي، يعني عندنا اسماء بركانيه وازنه واللي ممثل على مستوى الجهه ومراسم المجال السياحي، ولكن حتى صح لا برامج كاين برامج ولكن صح ما كاينش، لان احنا الى ربما وجعنا هذه واحد اربع سنوات او اكثر ملي كنا كنتكلموا على السعوديه كنا نقولوا ودي راه ما يمكنش غتنمي انت السعوديه بلا ما غادي يمكن نتكلم على تافوغات، بلا ما يمكن نتكلم على لوطوروت. دابا السيد راه السائح راه جاي، راه ملي كيوصل للعيون راه ما تيخرجش، راه تيواصل لوجده عاد كيفوت للسعوديه. اذا كتكون بركان محرومه من دوك الزوار اللي كيجيو،
الان كنناضلوا على انه الطريق ستصوف اقرب وقت خصها نربطوا ربطوا السعيديه بلوطوروت عن طريق بركان عن طريق تافوغالت السياحه اللي هضرنا مع السيده الكاتبه الدوله اللي هي ديال الصناعه التقليديه هضرنا معها على هذا الشيء ديال الاخر ديال اللي كيرتبط بالسياحه الجبليه السياحه ديال السياحه هذه ديال بغينا نقولوا اللي ماشي فقط دائما الشاطئيه ماشي فقط دائما يعني السعيديه ولكن خص تكون داخله في واحد المنظومه اللي داك السائح انه تيحس بالفعل بانه راه كيتمتع ديك العطله ديالو وانه غادي يولي يرجع مصطفى يعني واش يعني هضرت على قضيه المواصلات بالجهه اكلين بركان يعني واش ما كتشوفش بانه حال الوقت ان نهضروا على البروجي ديال انه تكون عندنا سكه حديديه طبيعة الحال لماذا لا لانه راه كنتكلم على السيد العامل وهذه راه انا بالنسبه لي اذا تحقق ذلك وهذا راه مطروح وكنا طرحناه كذلك في نقاش داخل اللجنه مع السيد الوزير اخذ بواحد الجديه لانها خصها تكون احنا هذا الشيء كله مهم والان ولكن خصنا عاوتاني نفهموا بانه المغرب راه مازال تيعاني خاصه في هذا الجانب هذا ديال السكه الحديديه احنا راه كان عندهم واحد المشروع ديال التثنيه ديال وجدة فاس ديال تغيير كذلك بالكهرباء الى اخره هذه كلها كاين واحد النسبه مهمه من السياح اللي كيفضلوا القطار على باقي الوسائل هذا كذلك ان شاء الله هذا مشروع اللي غادي ان شاء الله ما غاديش نسكتوا عليه وغادي نهضروا عليه وغادي نطرحوه وان شاء الله الا كان حلم احنا ان شاء الله غادي نحاولوا باش يتحقق الا كنا كنقولوا غير حلم انه غتوصلنا السكه الحديديه ان شاء الله غادي نناضلوا كما وقع كذلك في التوريات الى اخره هذه امور كلها ان شاء الله غادي نحاول في طلب على مواصله مؤخرا كانت كما عرفت الاضراب اللي وقع وبصفتك يعني كنقابي باش نقولوا سابقا ولا عاد خدام داك الدومين يعني ما تحدثوا لنا على الزياده اللي وقعت على المطالب ديال الناس ديال المهنيين لا هو درنا واحد السؤال مع الشربه ما وصلكم وما وصلكمش وكذلك راه سيكون محط نقاش غدا ان شاء الله وكذلك كان عندنا واحد اللقاء في يوم الثلاثاء الماضي مع الوزير وناقشنا مع هذا المشكل هذا ديال النقل وكان كذلك كان جاتني واحد الدعوه ديال باش نحضروا في واحد اليوم الدراسي ديال النقل الطرقي هذه كلها امور احنا متابعين هذا الاخر والسؤال نقول لك المضمون ديالو هو ان هاد المهني بالضبط خصنا نلبي له المطالب ديالو خاص هذاك الغازوال المهني خصو يدخل حيز التطبيق هاد الناس تعاني ولكن قلتو قبيله بانه المنطقه راه مهمشه الان راه عندنا مشكل الحدود الان تبلعت عندنا الان ناس جالسه خاصه في المناطق الحدوديه احفير وكاع الاخر يعني اشكال بني درار كاع تقريبا كاع المناطق الحدوديه كامله الان كتعيش مشكل الشباب ديالها جالسين عاطل تلاقيت معاهم خمسه ديال المرات وانا كنسمع لهم المشاكل ديالهم الله يحسن لهم اذا جات هذه الفرصه باش يمكن الدوله تعالج هذا المشكل ديال النقل الطرقي وخاصه انها تعطي واحد الدعم وهذا الشيء اللي قالته دعم للمهنيين ديال الطاكسيات خصنا ندعموهم لان على حساب التصور اللي عند الوزاره يعني هادو ناس خصو يكونوا شركاء ديالنا خص كذلك لانه غادي يقدم خدمه للساكنه الى هضر على منطقه سياحيه هضر على منطقه سياحيه اللي هي السعيديه راه خصني عاود الطاكسي حتى هو يكون في المستوى ماشي داك السائح هذيك المره جبرنا راك في البيكا واحد اخر عاود تواش تلاقينا مع هذه ماشي بزاف راك في الهوندا ومشكل انه غير باش يوصلوا من المحطه الطاكسي خصو يديه اذا نمشي طاكسي اختار انه يوصل الهوندا يعني التاهيل ديال هذا القطاع هذا هو تاهيل كما قلت قبيله السياحه هو تاهيل لهذاك المواطن خدمات تكون في المستوى اذا خص الدوله تاخذ بعين الاعتبار هذه الشريحه في اطار دعم ديال هذا الشيء ديال الغاز لان المحروقات عرفت واحد الارتفاع الاسعار ديالها ارتفاع مهول مخيف دابا حنا كنتسائلوا واش غادي شي غادي يبقى يزيد ولا ينقص حاجه اخرى الا بغيت ننمي المنطقه كما نقول قبيله وموجد فرص الشغل علاش بالضبط كنحسبوا الغازوال اللي في الرباط ماشي هو الغازوال اللي في
في المنطقة الشرقية. إلى أن إلى الدولة عندها واحد النظرة باش تأهل هذه القطاعات هذو وباش تجيب مستثمر. قلتهم كنهضروا على مستثمر. المستثمر خاصك اللي بغا يجيبو توفر له أرضية بنية تحتية. إلى غادي هو يجي هنا ويجبر الغاز وداك الثمن. لأن المستثمر اش كيدير؟ راه كيحسبها بالكالكولاتريز. كيقول لك واحد زائد واحد طف، راه ما عندوش هذا يبقى يفكر ولا يبقى ينظر كما حنا دابا نهضروا. كيقول دابا القوري ولا غير الهضره والكلام، وراه تيحسب واحد زائد واحد يساوي زوج. إذا غيحسبها هو بالنسبة للغازوال، غادي يجي هنايا وغادي يبغي يصدر السلعة ديالو، خصو يهود الدار البيضاء إذا خصو يعاود يولي. إذا إلا ما خدناش بعين الاعتبار هاد الأمور هذه ديال التأهيل ديال القطاع ديال النقل، وخدنا بعين الاعتبار أنني خصني نوفر للمستثمر البنية التحتية تكون في المستوى ويحس بأنه كيستافد، ماشي غادي يجي يخسر. الآن راه حتى بعض الناس بغاو يجيو يخدموا عندنا ما تيبغيوش يجيو. الطبيب ما كيبغيش يجي الجهة الشرقية. كيمكن أنا العكس باش نجي ندير، لأن عندي مشاكل وعندي كذا وما عنديش هادي. إذن خصنا ناخذ بعين الاعتبار هادشي. ولكن الحاجة اللي بغيت نختم بها هاد السؤال هذا، ما خصش عاود يكون الحل ديال إضرابات ديال النقل على حساب جيوب ديال المواطنين. وكاين وضوء كنديروا الزيادة، حنا ضد هاد الزيادة. وحتى الطاكسيات اللي راه ناضجين ونقابات بالفعل مواطنة، إلا كانوا كيمثلوا نقابة ولا كيمثلوا جمعيات، راه ما يمكنش يلتجؤوا لهذا الأسلوب. وحتى الاتفاق اللي هو كيقولوا بأنه ماشي صحيح دار مع الكاتب العام، تيقول لك ودي راه ماشي صحيح، ما خصوش يكون. هذا مشكل وطني خصو يتحل وطنيا. ما يمكنش أنا غادي نوض ندير إضرام منا باغي الغازوال ينقص، ما كاينش كدا حتى واحد ما تجاوب معايا نمشي أنا نزيد على الساكن. هذا غير مقبول، ودرنا فيه سؤال، وهذا السؤال جمعت فيه جوج، وطالبوا بدعم المهنيين، ولكن لا يمكن أن نمس الزيادة في السعر ديال التذكرة ديال النقل. جوج حوايج. صراحه يعني ان هذا الاخر كنا عاود كنتكلمنا عليه، هو انه دابا الوزاره وضع في الطريق ديال العمل ديال التدبير ديالها، هو ديال العمل ما كناش تحملات. بغيت دير النقل الحضري، بغيت دير النقل العمومي، ها كيفاش تشتغل؟ بغيت دير النقل المزدوج. وحتى الان حتى شي ديال الطاكسيات اللي زاكريمون داكشي كله غادي يولي يمشي باطار كناش تحملات. اذا انت الا بغيت تنقل الناس في الكار من بركه لوجده، هالكار كيفاش خصو يكون؟ دابا هاد الناس هادو لانهم راهم خدامين، وانت باش تقول له اجي وتقول له دي اجي قلع، راه غادي بشويه بشويه. وهذا راه وقع حتى للطاكسيات. دابا الطاكسيات راه غادي معاه مشكل، راه مازال ما بغاش يبدل، رغم ان الدوله كتعطيه واحد الدعم ديال 8 مليون توقف كتعطيها له، ولكن مازال ما بغاش يسحب ديك الطاكسي. قال انه توقف المنحه ديال الطاكسيات، ان الوزاره وقفت لا مازال لا. هو دابا انا مؤخرا ما عرفاش ما حضرتوش مؤخرا، تم تسليمه المفاتيح في العماله، تاكسي صغير والتاكسي الكبير. كان واحد على حساب هذه واحد 15 يوم كانوا عندنا احد سائقي سياره اجره كبيره، انه تم توقف الدعم بالنسبه لواحد المجموعه كانت فات. لا هو مازال ساري، لانه انا قلت لك الدليل هو انه ديال واحد 15 يوم ولا تم تدشين، في التدشين تم سيد العامل وزع مجموعه مفاتيح ديال الطاكسيات الصغار والطاكسيات الكبار اللي شونجاو اللي بدلو بما فيه الطاكسي كبير. انا ما عرفش اخوات الطاكسيات الكبار تما جاو داو الباب مفتوح. انا بالنسبه لي خص كيفاش يمكننا نحطوا النقاط ونشوفوا هذه الحالات، وانا مستعد هذه الحالات هذو، مستعد انا ناخذ ملفات ديالهم نشوف مع الوزارة. مثلا الأستاذ مثلا على ذكر يعني تسيير الحزب العدالة والتنمية للمجلس، يعني قام المجلس مؤخرا بإقالة الدكتور يوسف الوكيلي الذي كان يعني من اللجنة الثقافية، حيث كان مكلف باللجنة الثقافية. بعض الجرائد الوطنية تحدثت وقالت إن حزب العدالة والتنمية يعني داخل بركان يأكل أبناءه. ألا ترى يعني أن إقصاء مثلا كإقصاء عضو يعني وشاب يعني سيؤثر مستقبلا على
اداء العداله والتنميه ويعني ويسيء الى الحزب يعني بصوره خاصه داخل الاقليم. لا لا ودابا فيما يخص الشان الحزبي يعني كما طرحت هو الشان الحزبي يعني كاين اللي كيراهن على انه هذا الحزب هذا لم تقم له قائمه هو فقط يعني واحد القوس راه تفتح وغادي يتبلع في الوقت اللي هذا الحزب هذا كيعرف تيمر مجموعه مراحل مجموعه الازمات اللي فتناها ودبرناها حتى في الاقليم هضر على الاقليم بركان يعني نقول لك منذ 1994 و96 اللي كان فيه الحزب في طور التاسيس وفي اطار او في طور انه يعني يشتغل ويدخل تا هو للساحه وباش نقول لك راه حنا عانينا وكان نقاش طويل غير باش نشاركوا ولا ما نشاركوش في الحياه السياسيه ككل. وهذا نقاش اللي خاضوا الحزب هذه سنوات ولكن اللي اختارينا بدينا كنشتغلوا. ولكن حنا كنتكلموا دابا على اي اعضاء نتكلم على اي لان هذا الشيء كيحكمنا حنا قوانين تتحكمنا كذلك انظمه وحنا بالنسبه لنا ما يمكنناش نفرطوا في الاعضاء الحزب مهما يكون ولكن ضروري انه باش انت تحرص على انه الحزب يستمر وانك توضع له وتحميه. وانا ملي كنتكلم دابا كنتكلم فقط علاش لان ربما كان ممكن ما نكونش في الواجهه ولكن اليوم راني في الواجهه لانني كاتب اقليمي لانني انا اللي كندبر الحزب. اذا خصني نقول هذا راك غلط وخصني نقول هذا راك على الصواب وهذه كاينه ولا ما كايناش وخصني نخضع الجميع لقوانين الحزب. وكنقول لك بان الحزب راه داير واحد القانون خاص ديال 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 الهيئه الانضباطيه في كيتلخص بجوج كاين لجنه جهويه ديال التحكيم وكاين لجنه مركزيه ديال التحكيم زائد حاجه اخرى شنو هي عندنا قانون حتى ديال تنظيم المنتخبين وهذا اللي وقع عندنا في الداخل في هذه القصه اللي قلت لي دابا ديال الاقاله. وهناك من تكلم وقريت بعض الاسئله هناك من تكلم على انه راه حنا نقلنا المشكل من الحزب نقلناه للمجلس. انا نقول لك العكس حنا الان هاد الاخوه هادو اختلفنا معهم في الحزب بسبب المجلس ماشي العكس لان هل يمكن تدبير الشأن المحلي محصور فاش تدبير الشأن المحلي محصور في اغلبيه خصك تحترم الاغلبيه محصور في مكتب مسير تحترم مكتب مسير الى انت تضبط لهاد الحوايج اي حجه غنقول لك انايا ستتم اقالتك ولا هذه ولا هل يمكن ولكن تقول لي ودي علاش تمت الاقاله لماذا يعني تمت الاقاله راه قراها الرئيس ماشي القوي ماشي انا والمجلس راه دابا كل شي حاجه كيقولها فلان تمت الاقاله ملي انت كتجبر عضو معاك ما كيجيش يدير لك النصاب ما معناه ملي كتجبر انت عضو معاك ينسقوا مع المعارضه وانا ادعوكم الى الرجوع الى التسجيلات وشوفوا دخلوا للقاعه وقولوا هادو اللي تيتكلموا واش المعارضه ولا اغلبي غتقول لي المعارضه ثم يصوتون ضد قرارات ديال الاغلبيه ماشي الحزب. حنا الحزب تفاديناه ونقول لك راه حنا كنناقشوا القرار داخل التنظيم عاد كنمشيو للمجلس لان حنا عندنا في النظام ديالنا ديال المنتخبين ربما تفاجئك هذه هو حتى عندنا منسق وذاك المنسق في الدوره راه الا هز يدو واخا غلط خصنا نمشيو مع الاتجاه ديال المنسق ولكن نحاسبوا ونراجعوا مع الامور نراجعوها معاه في المقر وفي اطار الاغلبيه في اطار كذلك المكتب المسير. اذا من يخالف الاغلبيه من يخالف المكتب المسير من يكتب اشياء ما عندهاش ارتباط بالتسيير بالسيد الرئيس ماذا يعني؟ احنا دابا خصنا نديروا شويه السياسه. انا اقول لكم هل في الولايه السابقه كان ممكن الدكتور عواد ولا اخوه افتتاح الشراكي يقبلوني رئيس لجنه؟
هذا السؤال موجه لكم، تانا نسولكم، مش ممكن يقبلوني رئيس اللجنة معاهم في الولاية السابقة؟ ما يمكنش. علاش؟ لأنك ما مساجمش معاه في الأغلبية. سي مصطفى، هو بعض الناس طرحوا واحد، طرحوا قالوا الرومبلاسون اللي كان ديال السي سلوكيلي كان يعني من الناس اللي قلت فيهم في الدورات العمومية، يعني ملاسنات حادة وما قالوش لا هضر في ذاك الشخص. لا صحيح. شوف دابا انا بعض المرات، شوف انا خصني يكون عندنا واحد المنهج نمشيو عليه، لان راه بعض المرات كنتواجهوا باش تواجه بامور ما راكباش. نعطيك انا مثال، لان السي بوعلاوي كان في الاغلبيه، رغم انه كان كيدير خرجات وكيكون معنا، لانه وقع معاه شحال مره عرائض وشحال مره ديال شكايات، ويحسبوا له هذا. وبالنسبه لي كنت اعارضه كما كنت اعارض الرئيس واعارض الاخوان اللي كانوا يسيروا معاه، ولكن في اطار الاحترام، في اطار النقد. يمكن نوصل معك معطفين، ولكن دائما احترمك، دائما كنوصل لك الميساج ديالي، كنحاول ندير المارس جميع الضغوطات ديالي، ندير البيان، ندخل فيك، نهضر فيك، من درت هذه، ولكن في اطار ما هو سياسي، ماشي بحال اليوم. دابا اليوم كيقول لك اودي انا خصني نكون معاك بالسيف، اودي راك ما مساجمش معايا، ماشي انا كشخص، كأغلبية، كتنظيم. اذا ما يمكنش انا غادي نبقاو نتمشاو وحنا اذا كنت اواجهه طيب صراحه. حاجه اخرى ربما انكم تجهلونها، هي انه هو الاول وقع معنا في التحالف، ولكن تم الاعتراض عليه، وحنا كنا غادي نمشيو للمكتب نديرو المكتب مسير، وكنا ملزمين باش ندبروا ديك الطريقه ونسمعوا ونتمشاو، فهو كان من المتحالفين. ونقول لك انا بغض النظر على بوعلاوي كشخص، لان بعض المرات كنتكلموا على الاشخاص، لان كاين اللي كيهضر على الاشخاص، انا كنهضر على مكون سياسي، وحتى هذا المكون السياسي وطنيا تيقول لك خاصك ملي تحالف تبدي معاه، تحالف مع الناس اللي معاك في التحالف الحكومي. يعني هذه كلها امور، ولكن واش ما كتعرفوا ربما انتم الان تعيشون هذا المشكل؟ مثلا غير دخول العداله والتنميه مع الاحرار، كيف قرأوا الناس؟ لان خرج الاستقلال ودخلنا الاحرار، شكون يدخل الاحرار؟ الحزب على راسهم سي عبد الله بن كيران، رغم انه قال ما لا كاينش ولا ما كاينش. لماذا هذا الشيء مقبول؟ وهذا هو المنهج اللي غادي نبيه، مقبول الفوق، ولكن حنا ما خصناش نديروه هنا، ما يديروش القواري. حنا العكس، حنا كنا بالبدايه كنا باغي نوزعوا التحالف، نوسعوه. وكنذكر هنايا السي علي بن الحاج، ديال البام، ملي مشينا نتحالفوا كانت عنده واحد الفكره على اننا حنا خمسه الاحزاب نديروا تحالف فيه خمسه الاحزاب، ماشي فقط غير العداله والتنميه والبام. كاش معارض؟ لا، هادشي يعني شوف كيفاش. علاش المدينه ربما الجماعه في هذه المرحله تحتاج الينا جميعا. حنا الان اليوم شنو درنا؟ وسعنا التحالف باش ندخلوا اخوه اخرين يعاونونا، نتعاونوا نشتغلوا الجميع. انا ما كنشوفش فيها واحد الحاجه سلبيه ولا ايجابيه ولا سميتو، ولكن تربطت بهذه التصفيه، انك كتقيلني انا وكتجيب البوعلاوي الى اخره. هذه امور اللي ما خلاتناش نفهموا ماذا تحتاج الجماعه. هذه المدينه ديالنا شنو خصها؟ هذا اللي خصنا نجاوبوا عليه، خصنا نجاوبوا عن انشغالات ديال الساكنه الان، الاوراش اللي كتنتظرنا، التجاوب ديالنا اللي خصو يكون الان مطلق مع السلطه الاقليميه والسلطه المحليه في شخص السيد العامل، لانه انسان باغي يشتغل، انسان باغي يخدم، عنده دائم جهودات، خصنا كيفاش نجاوبوا معاه. ما خصش يكون عندي شوشاره، ما خصش يكون عندي اصوات نشاز اللي ما فهماش شنو هو التدبير. عيب، ماشي عيب انني انا
واحد النهار ما نساجمش مع الاغلبيه ما نساجمش مع التنظيم ديالي نقول له الله يعاون وكل روح رياضيه ماشي العكس الافكار اللي كنتكلم بها والمواقف اللي كنسجلها كلها كتبيع لانك ضد الاغلبيه وكتقول لي خصني نبقى في الاغلبيه. هل هذا ما سميتها انت باللجنه واش هذه مناصب شغل؟ راه يا مهان يمكن تشدها غدا يمكن غدا ما تشدهاش. الرئيس عنده الحق انه كاع يقلع لك هذاك الاخر التفويض كاع حتى التفويض. مثلا مصطفى القوري راه عنده التفويض في المهام ديال المرافق العموميه، غدا الرئيس يقول لك اودي اسمح لي انا ما انت ما قادش لهذا الشيء، وعنده الحق لان في قانون يمكن لرئيس الجامعه ان يفوض يمكن بعض مهامي ماشي كلشي بعض مهامي لبعض النواب. تقول لي انت اللي خصني لانك ما نساجمتش معايا، واش راه انا كون ما نساجمش معاك انا خصني نمشي انا في حالي. انا الان دابا عندما نحس باننا في التحالف ما متفاهمينش غادي نبقى انا ما غاديش ندير انا كيما في شي بلايص. انا ما نتفاهمش معاك في التحالف الله يعاون، انا ما جايش الكرسي، انا ما جايش باش نركب على السياره كما قالوا البعض، انا ما جايش باش ندي امتيازات. انا اتمنى انهم يقلعوا جميع الامتيازات، لا برلماني ولا رئيس جامعه ولا لجان، ونشوفوا شكون اللي غادي يخدم وشكون اللي ما غاديش يخدم. على ذكر الامتيازات ديال تعدد المهام، الشارع البركاني يعني يريد ان يعرف الاستاذ مصطفى القوري يعني شحال كيتخلص على هذه المهام، مهام برلماني مع نائب رئيس الجماعات مجموعه الجماعات رئيس الجماعات لا صحيح. دابا غير واحد قبل ما نجاوبك هذا السؤال، وهذا كاين بعد واحد حاجه اللي ربما خلاتني هو القضيه الديمقراطي. يعني كاين اللي كيتكلم على انه غياب الديمقراطيه داخل الحزب، وانا بالعكس تنقول ودي ربما الحزب ديالنا هذه المساله عطيها الاخر عطيها حقها. راه مصطفى القوري كما قلت مجموعه مهام، راه ملي مشينا للبرلمان ما نصوت على مصطفى القوري. مصطفى القوري لم يترشح ولكن الاخوه هما اللي رشحوه، اش قتلهم وما فهموش ولا ربما انا دوختهم ولا شي حاجه اخرى، ولكن اصوات تم التصويت وكل واحد عبر على الصوت ديالو في سريه ماشي بيدو سريه تيكتب. اذا هذا اللي كيقول ليهم القوري عنده بزاف المهام، راه كتحتقر دوك الناس. واش دوك الناس ما فاهمينش بان القوري راه في البلديه وحنا غنرشحوه للبرلمان؟ ما فهمهاش هو، انت غتفهمها له انت. يعني سبحان الله، راه بعض المرات الى هضروا على الديمقراطيه انا اقول لي اجي واش تم احترامها ولا لا، واش كان فيها التخربيق نقول لك يمكن يكون فيها التخربيق، ولكن هذه نتائج. راه كان حتى هضرنا تعالى على وكيل اللائحه، راه تم مشكل. حنا ما تنتقدوش، حنا كنديروا الجد ديالنا باش الديمقراطيه المحليه ديالنا تكون ناجحه. ونقول لك انا نطرح غير السؤال، الى هاد تعدد المهام دايره اشكال وما نجحاش وما خلات وما عطاش الاخر، الان الحزب من 96 وهو يعرف واحد التصاعد، علاش؟ شكون اللي راه يسير الحزب؟ شكون اللي حاصل على التنظيم؟ شكون اللي كيهاكل التنظيم؟ طبيعه الحال كاين كاتب اقليمي ومعاه واحد مجموعه الاخوه اللي صاهرين واقفين وعندهم واحد الدور كبير وتمنيع كذلك الحزب، تيحرصوا على ان الحزب يبقى قوي. والحمد لله عندنا نتائج، المقعد البرلماني ديالنا ديما كنحافظوا عليه. كون كان عندنا هادشي فيه التخربيق وكلام ديال هاد الناس صحيح، ما غاديش نعاود نجيب مقعد اخر. 2007 عاودنا جبنا المقعد الاخر في 2011، وعاود جبنا المقعد الاخر هاد المره هذه في 2016. اذا هذه نتائج ما يمكن ان ينكرها جاحد، وهي نتائج تبين لانه كاين مجهودات. اذا الديمقراطيه بالنسبه لنا ديمقراطيه محترمه، والدليل هو ان هاد الاخوه هادو كيطعنوا
انا مغيش نتكلم معك على المشاكل اللي داخل التنظيم ديال الاقاله، لان تجبت هذا الشان الحزبي هو شان مهم. سمعت؟ لا، راه الاخ اللي تم الاقاله ديالو راه حنا للمره الثالثه على اللجنه ديال الانضباط. اذا انا بالنسبه لي حنا كنتكلموا في اطارات، والاخوه كيطعنوا وكيستأنفوا وكيسمعوا لهم وإلى آخره. واش هذه ماشي ديمقراطيه؟ يمكن حنا نكونوا غالطين، غادي يقولنا راكم غالطين. يمكن ديك اللجنه غادي يقول لك اودي ديك اللجنه راه صحابك عاود. دابا ديما تدخل في كل حاجه، يعني القاوري راه شاد كاع، راه صاحبو تاع بن كيران صاحبو كاع، المهم كاع كاع الحزب هذا كاع هاد القوه عندي انا كامل الرباح شاد كدا شاد يعني كاع هاد القوه عندي انا لا يستقيم. اما فيما يخص التعدد ديال الاخر، انا غير تنقول دابا الان من انا ملي كنهضر حتى انا كنتمنى الاخوه يديروا تحدي. انا اللي كيهضر هاد الهضره بغيتو يدير تحدي ويجي ويراقب من يشتغل 24 ساعة في الجماعة قاوري، من يشتغل في الحزب قاوري هو الأول يدخل هو التالي يخرج، من يشتغل بمجهود كبير تدخل البرلمان وربما متحش فرصة باش نتكلموا تاع البرلمان شكون؟ راه العكس، أنا كنقول مودي لا عندكم شي مهمة أخرى جيبوها عاود. لأن أنا كنبغي العكس، أنت ملي تبغي تشتغل وتبغي دير البديل تدخل تشتغل، وخلينا نريح حتى انا شويه. انا راه باغي نريح، انا باغي نقص عليا هذه المهام. ولكن اش اي مهام؟ راه في الحزب عندنا وزير ورئيس الجامعه، اش ما كيتكلموش عليه؟ ومازال الان وزير ورئيس الجامعه، وهنا عندنا كاين لي رئيس وبرلماني، وماشي واحد ولا زوج، وكاين لي رئيس ونائب برلماني، وعاود كذلك عنده عضويه اخرى كذلك في غير القوري فقط هو اللي معروف بهذا المهام. وكأنه وهذه علاش؟ لأن ما كيجبروا ما يقولوا، ما كيتكلموش على فساد، ما كيتكلموش على كذا، كتكون غير هذه راه يوم من بعد أنا أجي حكم معايا العمل، حكم واش القوري خدام ولا ما خدامش، وصنفوا ورتبوا ونتحداك إلا ما جبرتنيش أنا في الرتبة الأولى. وحتى نتوما هذا السؤال موجه لكم كذلك. القضية ديال شحال كتخلص؟ كاين تعويض ديال النواب. دابا انا راه النائب الاول ديال رئيس الجماعه، النواب عندهم 3000 درهم، برلماني عندنا في الان انا ما ربما كنت قلت كاع نعطيكم واحد الكوبي وتشروها باش نعطيكم كاع مكتوبه. اللي كتحول لي في الكونت في الحساب هي 3 مليون، 30000 درهم. غد تقلع منها التزام الحزب، عندنا 7500 زائد كاين شي حاجه ديال التغذيه، المهم كتوصل للمليون. يعني ديك 3 المليون كتبقى منها دابا حنا راه في جوج الحساب ياك، حنا في جوج المليون. هاد جوج المليون كاين شي التزامات ماش نقدر نقولهم لكم، التزامات في اطار العمل اللي ربما غادي نجبروه قدامنا. كاين التزامات التزامات الجماعه ما تنتوشيهاش، لان عندها الاخر كاين كذلك زيد لا مصاريف وضرب الحساب ديالك تنحسب، زيد عليها بعض المصاريف اخرى ديال التحركات، زيد لها مصاريف اخرى اللي دعم الحزب ماشي على المستوى الوطني، راه كيقطعوا هذيك قلت لك تقريبا كتوصل للمليون، كتقطع فيها شي التزامات اخرى، التزامات حتى محليه، التزامات مع الاخوه على مستوى النقابه، كتبقى عندي مليون و500 مليون و400 حتى الشهر ربما اللي يكون مزيان كون عندي مليون و600. وهذه هي الماندا ديالي ديال التعليم اللي مقطوعه. دابا كاين اللي كتحرك، انا عاوتاني كندير راه الماندا ديال التعليم كتوقف بمجرد انك تكون نائب برلمان، ما كتبقاش ديتا سانتي. كاين اللي كيهضر 4000 درهم على 4 مليون، كاين اللي يهضر 4 مليون و600، وكتشي كتكتبو مكتوب. انا نعطيها لكم انايا في الورقه، لان كاين اللي كينسى هي الماندا نيشان 3600 ولا اعتقد 3500.
كيقطعوا لنا التقاعد ديال الخدمه ديالي، والتقاعد اللي كانوا بغاو الحان غادي يراجعوه اللي غادي يعاودوا فيه النظر، كتبقى 3 مليون اللي كتبقى. اذا هالحساب هو يعني ما. اما مجموعه الجامعات زيرو درهم، ما كاين والو، والعكس راني انا خدامين صفر درهم ومطوعين. ودرنا سميتو مجموعه انجازات، وهذه الا بغيت الاخوه يكون موضوع نقاش ديال لقاء مقبل ان شاء الله ديال مجموعه الجامعات، لانها واحد المهمه ماشي سهله، ومهمه اللي اشتغلنا فيها ومازال عندنا فيها معاناه، وبغيت نقل المعاناه ديال اللي كنعانيوها ليكم نتوما باش نتوما تصرفوها عن طريق الراي العام. نتمنى ان يكون هذا الموضوع. اذا هذه التعويضات يعني راه غير الماندا ديالنا، راه كتعرفوا الماندا ديال رجل التعليم، حنا مشينا بواحد المسار تقريبا ديال اكثر من 30 سنه حنا في التعليم، مسار طويل اللي الماندا وصلت لهذا المبلغ. حنا بدينا غير 2500 درهم وكانت فيها البركه. دابا اليوم كلشي تيشوف برلماني راه هذه مصطفى، يعني التقييم ديالكم الاول من التحالف على حسب الاجواء اللي كنشوفوا بان التحالف يعني منسجم وايجابي، والسؤال الاخر يعني علاش النموذج ديال مدينه بركان ما نجحش في جامعه سيدي سليمان الشرع؟ هذا سؤال ديال المواطن. صحيح. دابا انا بالنسبه لي انا اقول هذا الاخ الكريم اللي طرح هذا السؤال، وربما راه كنا ناقشناه يمكن سابقا، وانه ربما راه الرئيس هو كان شر لها. اظن على انه مرحله ديال هذا التحالف هي مرحله بغي نقولوا حساسه، جات في واحد الاطار كما تعرفوه وطنيا الى اخره وتمحليا، وكاين شي ناس اللي ما قبلوش تمحليا هذا التحالف، وهذا هو اللي عطانا احنا واحد العزيمه واحد القوه على اننا نكون حريصين من الجانبين على انجاحه. والانجاح ديالو ليس هو باش نكون انا في مزيان في وضعيه مزيانه ولا الحزب الاخر في وضعيه مزيانه، النجاح ديالو بغيناه باش يكون طريق وسبيل الى انجاح هذه التجربه وانجاح المشاريع والانجازات. وبالمناسبه راه كاين لهذه الانجازات ربما ما ذكرناهاش وما تكلمناش عليها، اللي راه في طور التحقيق والخروج، انها كتستفز. هناك من تستفز هذه الانجازات، والتحالف يدرك ذلك ويبحث دائما عن فرص ديال حل المشاكل الداخليه، وعن خلق واحد الفرص ديال التقارب وديال اننا نفهموا بعضياتنا. والحمد لله هادشي راه الان تحقق، لان كنتحركوا كجسم واحد، وان كانت بعض النتوءات نسميها نتوءات، بعض النتوءات شاده ولكن لا يقاس عليه، يقاس على لي بيلي ديال العمل، شكون اللي تيتحرك داخل العمل. كلمه من هي الكلمه المسموعه، وهذا كنا ناطرو به الاخوه، كناطرو به الاخوه لا في جهه العداله والتنميه ولا في جهه ديال الاصدار المعاصره، تنقولوا لهم هذه فرصتكم لإنجاح التجربة، لإنجاز المشاريع لبركان تحرمت منها هذه السنين. على الأقل نحرصوا باش يمكن نكونوا بغينا نقولوا يعني في المستوى ديالاش، مستوى التطلعات ديال الساكنة. الساكنة أظن على أنها بركة هذا التحالف. كيفاش نجي اليوم، وهذا ربما عدم النجاح ديال بعض التجارب، نجي اليوم ونقول له مودي راه حنا ما تفاهمناش، يا كيقولك اسمح لنا. دابا المواطن ما كيفهمش هاد الحوايج، واش في اخر الولايه غتقول له ودي راه حنا كنا مدابزين، وغتقول له ودي راه ملي دخلنا وحنا غير الرنك بيناتنا، والمواطن ما كيفهمش هاد الحوايج. والان راه حنا في المنتصف الولايه، ما اعتقد راه حنا فوتنا دابا يمكن غادي نتكلموا على 3 سنوات، راه حنا في المقبل ديال 3 سنوات. اذا ماذا ساقول للساكنه؟ بالعكس انا خصني نتنازل على شي حوايج، خصني ندبر الامور بواحد الطريقه ماشي ديال السابق، ونكونوا نفيقوا بعضياتنا ونعضوا هذا التحالف. وزدنا درنا واحد الاشاره قويه هذه المره، زدنا هذا التحالف واستعناء. هذا اش كيبين؟ ماشي لان كاين عندنا مشاكل، لا، حنا بغينا باش الجميع يشارك. ماشي عيب هذه التجربه تحسبوا للحزب الفلاني، ماشي عيب، وما تحسبش لي انا،
كاين ما جايش انا باش نكون انا نقول ديال انا هو اللي كاين، راه كاين غير هذا الحزب هذا اللي كاين. لا، خصنا كل واحد يشارك داكشي اللي قد عليه. وحاجه اخرى اللي لازم ناكدها هو الان الانسجام، الانسجام والتكامل اللي زاد فتح لنا افاق اخرى وخلانا نتفاداو شي حوايج شكليات نتفاداوها ونساوها ونغلقوا داك الماضي ونمشيو لقدام، وهو التكامل والانسجام اللي عندنا مع السلطه الاقليميه في شخص السيد العامل، واللي عندنا مع السلطه المحليه في شخص السيد الباشا. كاين اللي ما يعجبوش هذا الشيء، كيقول لك ودي راه السيد الباشا هو اللي كيسير الجامعه، السيد العامل هو اللي كيسير، ومن بعد هو خليه يسير واشنو فيه؟ ياك هاد التلميه غادي تفوت علينا كاع جميع وناكلوا منها جميع وغادي نطلعوا كاع جميع، ومن بعد اللي خصنا نقروا به ونعترفوا به وخصنا نقولوها، احنا ما قديناش وما عندناش الاليات باش يمكننا نتفاهموا مع هذا الجهاز اللي هو جهاز اساسي في الدوله، اللي خصنا نديروا يد فيت وخصنا نتعاونوا جميع، وهذا الشيء كنحسوا به. اذا سلطه اقليميه وسلطه محليه راه واقفه وتدير الشغل ديالها، ولكن المجلس ما يمكنلوش غادي يتراجع، ما عندوش خيار الا انه ينخرط في هذا العمل هذا، وخصو كذلك يتجاوب مع المشاريع، وخصو ينوض يتحرك، وخصو يدير مجهودات، لان ما ينتظره تنتظر الساكنه هو انتظارات ماشي سهله اللي ما تحققتش هذه السنوات، اللي حنا عازمين ان شاء الله باش نحققوها. وانا اقول لك بان التحالف ديالنا هو تحالف فضعيه مريحه، تحالف حنا ما كنقولوش عندنا النموذج او المثال، ولكن راه تنحقوا ديك المسؤوليه اللي عليها البرنامج والمسؤوليه اللي عليها انتخبنا المواطن. وتنقول للمواطن يعني بالمناسبه راه حنا مازال على الوعد ومازال على العهد، ما تنسرقوش، ما عدناش نصيب في هذه وفي هذه وفي هذه، ونحارب التلاعبات وهذا الشيء ما استطعنا الا حاجه لا ما شفناهاش. ولكن ان نكون طرفا في الفساد نتمنى ان المواطن راه ما غاديش يسامح لنا وما غاديش يفوتنا هذه الفرصه هذه. حنا راه كنتعاملوا بواحد الجديه، داكشي اللي تنقدو نديروه يمكن المقاربه ديالنا تكون ناجحه، يمكن تكون لا باس بها، يمكن تكون ماشي هي هذيك، يمكن تحتاج الى الى الى، ولكن لاساسي هو اننا ما زلنا على الوعد، وحنا ما تنسرقوش ما تنشفروش، لان كاين كلام كيتقال غير الصباح بدا يكتب القاوري شفار، هذا فاسد، هذا عنده الديور، عنده الدار هنا، عنده في اسيدي اجي عندي ندور اللي كانت نكتبها لك كاع سي كاع نصدق عليك اديها كاع. كلام فارغ يعني. حنا العكس، المواطن كنتمنى المواطن ما يسمحش لنا الا ما دينا الا دينا سنتيم من الجماعه، الا درنا شي حاجه عن ظهر المواطن وعن ظهر الجماعه. حنا ما جيناش باش نديرو لاباس في الجماعه، ما جيناش نبزنسو كما تيقولوا. ما كاينش مستطيع هذا، ما يكونش بانه كاين الناس اللي اتفق معاك. لا انا كنقول لك التواجد ديالنا كهيئه، تواجدنا كاشخاص غادي نبقى حريص على هادشي، واخا نبقاو غير اشخاص واحد ولا زوج ولا ثلاثه، انا لا ونزيه الباقي. انا اتفق معاك جمله وتفصيل، ولكن مزيان انا نكون مع هاد الناس هادو على الاقل، غير يشوف كي يتكلم على الاقل. اسمع مثل الاستاذ مصطفى، في ظل يعني الانتخابات الجزئيه التي عرفت يعني اخفاق حزب العداله والتنميه في الحصول على مقاعد برلمانيه كانت يعني كان يحصل عليها في السابق، يعني الا تتخوفون مستقبلا مثلا انتم كنائب برلماني على مقعدكم ومقاعد الحزب، يعني في ظل نفور يعني والعزوف الانتخابي؟ صحيح دابا هاد النقطة اللي قلت، يعني أولا هو أنه الحزب ما فقدش يعني مقاعد، هو كان دائما كيتبرع على بعض المقاعد اللي تلغات، يعني ما فقدش مقاعد. هذه انتخابات تبقى دائما انتخابات جزئية ما غير محددة، لا تحدد مسار الحزب ولا، لأنه الأمور تحسبت،
الاغلبيه تحسنت، العدد ديال البرلمان ديال الحزب تحسن، عدد ماشي فرق واحد ولا زوج. اذا هذه الانتخابات جزئيه كتبقى فقط يعني هي اللي تكمله، وهي قضيه مؤسسه، هي قضيه دستوريه واللي خاصها الدار وخاصها، ولكن تبقى دائما ماشي هي الانتخابات العاديه اللي فيها واحد التعبئه شامله اللي فيها الخراطه ديال المؤسسه كلها، كتبقى فقط مرتبطه بهذا الشيء ديال المشاركه، وكتشوف بها جزئيه دائما المشاركه ضعيفه، الناس ما مسوقاش، كيكون فيها واحد التاثير ديالاش، التاثير ديال ما يحدث في اللحظه، الحزب كيراه داير، كيفاش كيسير الشأن الوطني، كيفاش كيسير الشأن المحلي، هذه كلها اعتبارات تدخل في التحديد ديال شكون الفائز. ولكن لاساسي وذكرت قبيله هناك، وهذا اقرار ان سبب من اسباب عدم حصول ديالنا على مقعد برلماني، كنتكلم على وجدة، كنتكلم على بلاصه اخرى، هو بسبب الخلافات، بسبب اننا بدينا كنوصلوا ديك قايت مولا نوبه، انت يا درت هذه المره انا خصني ندير المره الجايه. واين هي الديمقراطيه؟ الديمقراطيه ماشي هي مولا نوبه، وقعتنا كذلك حتى في الناظور الى اخره. اذا الحزب اللي غادي بعد على ما هو ديمقراطي، كيفاش يحسم هذه القضيه ديال البرلماني ديال ولايتين، حنا ناقشناها والحزب لم يقر بانه خصو يدير ولايه ولا جوج ثلاثه. كاينه عندنا الولايه ديال الهيئه المجاليه، كاتب اقليمي محلي امين عام، وكانت البرلمان كان فيها نقاش، وكتشوفوا بانه حتى في البرلمان كاين شي اخوان اللي عندهم ثلاثه ديال الولايات، وكان واحد الاخ اقدامهم من 97 راه معانا، من 97 هو برلماني واليوم راه معانا، ما وصلناش باش نحدو نقولوا ديروا جوج ولايات او ثلاثه. هو تيقول لك ودي راه ممكن داك البرلماني ممكن الا انت درتو يجيب لك المقعد، ولكن الا ما درتوش وبغيت دير منانوبه غادي تتهود. يعني هل انتم يعني اذا جزئيه، انا نقول جزئيه وهادي عطيتني فرصه باش نقولها، بسبب عدم الانضباط اليوم التنظيم ينبغي ان يحترم، الحزب كتنظيم خصنا نحترمو، واخا نكونوا غالطين قرارات ينبغي ان تكون موحده. كيفاش نقزو القدام وانت كتقول لي تعاود ولي ندير لي فراسي؟ راه حنا وصلنا، كاين بعض الاقوال داخل بعض داخل الحزب كتقول لك ندير غير لي فراسي، ما معناه ندير لي فراسي؟ ما معناه انا كندافع جاي وهاد القاعة المغطاة راني كدا ما خصهاش تفوت وراني ضدها لانني انا مع الساكنة؟ هو سبحان الله، انت مع الساكنة احنا مع من؟ لا، بعد النظر ما تفهمناش، ما ناقشناش، ما قنعناش بعضياتنا باش نخرجوا بقرار. اذا التنظيم هو الاولى. إذن من سبب فشلنا في بعض الانتخابات الجزئية هو أنها انتخابات كتكون مشاركة قليلة، الناس ما مسوقاش، فقط هي غير جزئية، ما عندهاش اعتبار المواطن، ما عندهاش اعتبار الحزب، كذلك كيكون في واحد الوجه ماشي هو اللي كيكون فيه، من تكون عادية كيكون شغل، كيكون أيام شغل، أيام العمل ما فيهاش حملة انتخابية، كل شيء وقف كما كنا كنديرو سابقا. ولكن العامل الأساسي هو أننا تنختلفوا، وتيوليو بعض الإخوة ديالنا تيديروا التعبئة المضادة، رغم أنها دارت حتى في بركان، صوتوا على اللائحة الوطنية ولا تصوتوا على المحلية. هادشي ما علاش تكلموا عليا، أنا كنتكلموا دابا كيبقاو ديروا المشكل ديالكم راه في الحزب ونقلتونا للمجلس، راه العكس. مشكلة المجلس هو اللي جاء للحزب، لأن المجلس هو المجلس هو واجه، الحزب هو مشروع، الحزب هو أوراش ثقافية، هو شباب، هو نساء، أما المجلس هو واجهة لتدبير الشأن المحلي، منبر باش ندافع أكثر على المواطن، ولكن الأساس هي المؤسسة، أنا خصي المؤسسة تكون بيدها،
وهذا حرصنا باش تكون مقادة. وهذه الزوابع وقعت لنا في كل انتخابات كتوقع لنا ولا وقع، ولكن الحمد لله كنحسبوا شحال كاين من واحد، 3 4 5 6 و6 هما الحزب و7 هما الحزب واش 10 الحزب واش القوري هو الحزب. انا قدام مشيت نمشي في عيط الى الاخوه قروا انني انا اللي ما صالحت نمشي، ومن بعد واش الحزب هذا غادي يمشي؟ لا العكس، الحزب غادي يدوم وغادي يبقى واقف. علاش؟ لينا فيه رجال وفيه نساء كيضحي. اذا انتخابات الجزئيه انا اعتبرها يعني مؤشر على ان الحزب ينبغي ان يراجع نفسه وان يبدا حواره الداخلي وان يحدد البوصله ديالو في الغد. يعني انكم متفائلون هنا حول مستقبل الحزب في انتخابات قبيله؟ انا متفائل. علاش؟ لان جميع الظروف الان متوفره تبين ذلك، المؤشرات كلها تدل على ذلك. الان احنا كنستمروا النتائج اللي حصلنا عليها في انتخابات 2015 و2016. يمكن المواطن ان عنده نظره على المستوى الوطني، ما كاين تنميه، ما كاينش ما كاينش ما كاينش، ولكن احنا نتعاملوا معه محليا، هو كيعرف شكون اللي معاه في الدرب في الحي. راه السؤال اللي ربما خصنا نطرحوه هو لانفسنا، واش انا باقي بالفعل في الصباغه ديالي كما نقول، واش مستقبل القوري باقي في الصباغه ديالو ولا غيره. احنا الحمد لله دابا راني احنا في البرلمان، ولكن في راني ساكن دابا الى قيل ربكم تقدر عاوتاني تقول لي ماش كندير السياسه. احنا ساكنين بالجماعه، كيف يعقل برلماني داخل مع اصحاب السوق مرزوق كيما قلت لك انت سوق كذا ومع هادو ومع هادو كنناقش معاه، اما برلمانيين اخرين فين راهم؟ كل واحد راه فين راه، كل واحد قصه مع راسهم برا مع راسهم، ولكن احنا كنتكواو بالمشاكل ديال المواطن. لان على ذلك تم انتخابنا، هذه هي الثقه اللي عطانا المواطن، وانا خصني نكون معاه وندير معاه الجد ديالي، وبينه وبينه الله سبحانه وتعالى، بينه وبين واحد الرقابه ديال الله سبحانه وتعالى، اني خصني ندير الجد ديالي وندير المجهود ديالي. وفين ما وصلت راه يمكن شي مشكل ما نقدرش نحلو، راه ممكن ما نقدرش نحلو، ولكن كندير المجهود ديالي. اذا هذا هو ربما النقطه اللي راك حطيت عليها الاخر سميتو، هي هذه هي الخلاف اللي ما خصوش يكون. والاخوان ما كينضبطوش، راه لا يعقل فوجده ولا غيرها يوليو اخوه شباب تيديروا التعبئه المضاده لحزبهم. وشنو كيوقع؟ وكيفوت لك واحد المرشح انت الاول، وكيفوت لك هو التالي بشحال؟ ب 36 صوت. اذا راكم متبعين مزيان 36 صوت يمكن نشوف انا حي نجيبها من حي نضحي ونحاول نعبئهم ونجيب بسبب هذا انني ما باغيش السي محمد يكون تما صافي. ودي الله يهديك، راه ماشي غير شخص ياك. دابا نتوما صوتوا دابا وطلع القوري، واش باقيين دابا نوضوا هاد الزكاع؟ خلي عاود انتخابات جايه اخرى، عاود الانتخابات الجايه ربما انا سميتو يمكن ما غاديش نكون كاع في الانتخابات الجايه، لان كنشوف واقع مرير، واقع ماشي سهل، يحتاج لواحد الشحنه. يمكن هاد الشحنه ديالنا كنفقدوها، الشحنه ماشي سهله باش يمكن لك تواجه وتقف في الميدان وتحاول انك على الاقل التنظيم ديالك تخليه يبقى قوي كما اليوم راه قوي الحمد لله. الشيء اللي بابا بغيت نقوله صراحه، نتراهنوا كما قلت في السؤال ديالك، نتراهنوا على المواطن، المواطن والساكنه. احنا جينا باش نخدموا الساكنه، يمكن ما نديرش، يمكن ما نتوفقش، يمكن، ولكن راه حنا مازال على العهد ديال اللي قطعنا معهم. ما كنخلوضوش، ما كنراوغوش، ما شفتوش شنو وقع، كنخرجوا تنقولوا الناس راكم غالطين، كنقولوا صوت عليا ما تصوتش، انا ديال القانون، ماشي لان جيت انا باش نحميك، نجي نحميك لانك انت خارق القانون، علاش ما غتصوت عليا؟ هادشي كله تنقولو تنخرج نقولو في الميدان، وكيبقى الحكم هو المواطن. حنا هذه اللي بغينا نبقاو عليها ان شاء الله، ونتمناو نكون بقاو ديما في الصباغه ديالنا. السيد مصطفى، يعني شكرا لك على هذا الحوار المطول والذي كان شافيا وكافيا يعني حول مشاكل المدينه. يعني كلمه اخيره يعني في حق الساكنه وايضا في حق موقع بركان بصعود. يعني بدايه انا بالنسبه لي قلتها في البدايه وكانت في المقدمه، هو انه تنحيي هاد الشباب وهاد الاخوه اللي راهم في الموقع ديال 49، ومن خلالكم كل شباب
اللي فيهم هاد الغيرة وهاد الإحساس اللي الآن كنحسوا به هو هاد الاهتمام. راه هادشي أنا كنتكلم معكم بهاد الحرقة، لأن هادشي ما كناش نعيشه، ما عشناش في الولايات السابقة. اليوم في هاد الولاية من بعد دستور 2011 حسينا بأن الشباب بداو كيهتموا بهاد المجال. إعلام حر، إعلام اللي نور، إعلام نزيه، إعلام اللي كيساهم في البناء. ولا أظن أن هاد الحويج ما كاينينش عند موقع 49. سايرنا الإخوة، ولو تبعناكم وجلسنا معكم وناقشنا، وهذا هذا جانب إيجابي يحتسب لكم. أنا أتمنى أن المسار ديالكم إن شاء الله يكون ناجح وتطور العمل ديالكم. وحنا كمسؤولين لا يمكن أن تجدوا فينا إلا دعم والسند، يعني في أي معلومة وفي أي حاجة وفي أي حاجة اللي ربما نتعاونوا فيها مصلحة العامة ماشي الخاصة. وراها الاثنين اللي فات الجلسة السابقة صوتنا في البرلمان على الحق في المعلومة اللي غيدخل هذا الحيز التطبيق، رغم أنه فيه شي حوايج ولكن كيبان لي مهمين، أنه وسعنا شوية، وسعنا بعض الخصوصيات اللي ما خصهاش، يعني اللي ربما كتكون شخصية، ربما كتكون أمنية، ربما توسعت واحد شوية، ولكن أنا كنعتبره هذا حق هذا المشروع ديال القانون، هذا حق المعلومة، يعني طفرة نوعية، يعني احنا ما غاديش نجيو نحطوا شي حاجة دائما في نفس النهار في نفس اليوم في نفس السنة مثالية، ولكن خروج دياله هو يعني كنعتبره خطوة أساسية وجبارة، واللي غتجي إن شاء الله مورا خطوات. وكاين إذا أنا كنعاود نشكر الإخوة في 49، كنشكرهم في الموقع، نحن بدورنا نشكرهم. بالنسبة للمواطنين راني قلتها، المواطن على الراس والعين، مواطنة حنا تنشتغلوا وتنديروا مع الجهد ديالنا في كل النواحي، ليس فقط في المجلس ولا غير المجلس ولا في البرلمان ولا، حنا نريد أن ننقل مشاكل المواطن، أن نقف معه، أن نكون معه، أن نستمع إليه جيدا، نسمعوا له المشاكل ديالي وندير معاه الجهد ديالي، ونطلب الله أن نتوفقوا في هذا المسار هذا، ونبقاو دائما كما قلت قبيله عند حسن الثقة ديال المواطن، وهذا هو الأساس. وكنطلبوا كذلك من المواطن هو الانخراط الإيجابي، التجاوب معنا، لأنه كاين دابا ناس اللي راهم كيبخسوا العمل السياسي، كاين واحد الخطاب الآن كيروج هو تبخيص العمل ديال المنتخبين، وهذا غير مقبول. راه عندما يفقد المنتخب الدور ديالو اللي كيلعبوا مع الساكنه، فلا يمكن ان ننتظر الا المشاكل والا الصراعات والا الاختلالات. ونعاود نشكركم بزاف سي مصطفى القوري. شكرا جزيلا لك.